سيفنا والقلم كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. الأسرى ليسوا وحدهم. في أول أيام عيد الفطر المبارك نقدم لكم موجة مفتوحة بعنوان وطن وحرية، نفتح فيها باب المشاركة والإهداء للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال عبر استوديوهات وطن، نعايد من خلالها على أمهات وزوجات وأبناء الأسرى والأسيرات خلف القضبان. نرحب بمشاركاتكم عبر تعليقات البث المباشر على فيسبوك أو الاتصال عبر أرقام هواتفنا 02-296-6195 أو 02-296-6197. كما نسعد برسائلكم الصوتية عبر خدمة ماسنجر فيسبوك لعرضها خلال موجة تمتد من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 ظهراً. كل عام وأسرانا أيقونات الحرية ونبراس العز والكرامة. عيد بذات الحال عدت يا عيد، بقمع محتل بقمع سجان وإجراءات فيها تنكيل. عيد بذات الحال عدت يا عيد، بصمود وعزم الأسير وإصرار على كسر القيود. أسعد الله أوقاتكم شعبنا الفلسطيني حيثما كنت، مستمعين مشاهدين الأعزاء، أسيراتنا أسرانا في سجون الاحتلال، نحن معكم في هذا اليوم في هذه الموجة المفتوحة، موجة وطن وحرية، نبرق فيها معايداتكم للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، ونؤكد لأسرانا أن لا وقت ولا عيد ولا شيء دونكم. أنتم الوقت وأنتم العيد وأنتم الحرية وأنتم الكرامة. وفي هذا اليوم اخترنا في شبكة وطن الإعلامية وعلى الموجة 99.2 FM أن نكون معكم على مدار 3 ساعات متواصلة، لأنكم تستحقون أكثر من ذلك بكثير. فأعيادنا دونكم ناقصة، لا عيد دون الأسرى، لا عيد دون أن تتحقق الحرية. فكل عام وأنتم بخير أسيراتنا الماجدات في الدمون، كل عام وأنتم بخير أسرانا الأبطال في قلاع الأسر في مجد وشطة وعسقلان والنقب ونفحة وعوفر وريمون وجلبوع. لكم التحية دائما، لكم المباركة دائما، على أمل أن نكون العيد الحقيقي هو العيد الذي نستقبلكم فيه أحرار.
وفي هذه الموجة يرافقني أيضا الزملاء الذين اختاروا أن يكونوا معنا في اليوم الأول من العيد، لا مع عائلاتهم، معكم أسرانا وأسيراتنا. رشا حسونة، خالد نجاس، عبدالله الخطيب، والطواقم الإعلامية العاملة اليوم في وطن آثرنا على أنفسنا أن نكون معكم، فأنتم من تغيبون عن الأهل، واخترنا أن ننقل لكم هذه المعايدات. وفي بداية هذه الموجة نشاهد وإياكم مستمعين مشاهدين أسرانا ونستمع إلى هذه التهاني وهذا الفيديو الذي أعده طاقم وطن. أهلا بكم متابعي شبكة وطن الإعلامية في هذه التغطية الخاصة من شبكة وطن، والتي تم تخصيصها لنقل تهالي المواطنين في مدينة رام الله إلى الأسرى في سجون الاحتلال في أول أيام الفطر السعيد، فابقوا معنا. تعرف فيكي؟ أنا أم الدكتور، أم الأسير الدكتور عبد الغني الخضور. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. إحنا اليوم نبعت تهاني للأسرى بمناسبة عيد الفطر، لمين بتحبي تبعتي تهنئة؟ بحب أبعت تهنئة لابني دكتور عبد ولجميع الأسرى، وكل عام أنتم بخير. الدكتور عبد كم سنة إلى معتقل في سجون الاحتلال؟ إلى 7 شهور. كم مدة محكوميته؟ كيف؟ كم مدة محكوميته؟ لسه ما انحكم والله. إداري؟ لا مش إداري. نعيد عليه ونحكي له كل عام وهو بخير. كل عام أنتم بخير وإن شاء الله الفرج قريب يا رب. وأنتم من قال فيكم رسول الله لا تزالوا من أمتي طائفة على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. نتعرف فيك بداية. عوض عطية حسن بيت ريمة. أهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. أستاذ عوض، إحنا اليوم بنبعت تهاني للأسرى بمناسبة عيد الفطر السعيد، لمين بتحب تبعت تهاني؟ طبعا كل سنة وهم سالمين كافة الأسرى، أسرانا وأبطالنا هذول في سجون الاحتلال. بخص بالذكر عبد الكريم سميح الريماوي اللي هو مسجون 35 سنة، بخص بالذكر عطا حازم الريماوي، بخص بالذكر براء جودت، وكافة أسرى بيت ريمة كافة، وبتمنى إلى الفرج قريب لهم إن شاء الله، والظلم ما بدوم إن شاء الله في هالبلاد إن شاء الله. كل سنة وأنتم سالمين، أسرانا أبطالنا وحبايبنا وإخواننا. يا نتعرف فيك يا خالتي. أنا اسمي علا نعيم هارون من مخيم الأمعري. أهلا وسهلا فيك. اليوم إحنا نبعت تهاني للأسرى بمناسبة عيد الفطر، لمين تحب تبعتي تهنئة؟ أنا بهنيهم كلهم بعيد الأضحى، وبحكي لهم كل عام وهم بألف خير، وإن شاء الله يا ربي الفرج القريب، والله يفك أسرهم وينصرهم، وإن شاء الله يا ربي الأقصى بتنتصر. نتعرف فيك؟ يوسف بدر. أهلا وسهلا. اليوم إحنا بنبعت تهاني للأسرى بمناسبة عيد الفطر، فلمين بتحب تبعت تهنئة؟ بحب أبعت تهنئة لخالي، لأخوالي في سجن ريمون، وبتمنى إن شاء الله. عرفنا أكثر على خالك، اسمه، وين معتقل، كم مدة حكمه؟ هم اثنين مش واحد، باهر وبهيج بدر، لهم تقريبا 20 سنة معتقلين، محكومين مدى الحياة. طب تحب تبعت تهنئة لهم؟ وكلهم كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله يا رب السنة الجاي يكون عندنا في أقرب وقت. تعرف فيك؟ علاء هارون. أهلا وسهلا، من وين حضرتك؟ لا معرف. علاء، إحنا اليوم نبعت تهاني للأسرى بمناسبة عيد الفطر السعيد، لمين بتحب تهني؟ والله أنا بهني كل الأسرى جميعا، والله يفك كسرهم جميعا، لأنهم هم الأبطال، هم الأحرار بإذن الله، والله يفك كسرهم، وكل عام هم بألف خير. مخيم لمعي معروف ان في كثير من الاسرى في سجون الاحتلال، بحب تبعت تهنئه لحد معين منهم؟ والله حدا معين لا، لانهم كلهم على راسي وكلهم اخوتي وحبايبي. متعرف فيك يا خالتي؟ ام فوزي. اهلا وسهلا. اليوم يا خالتي احنا بنحكي لك بدايه كل عام وانت بخير. انت بخير يا رب، من العيدين الزايدين. يا خالتي احنا اليوم بنصور هاي المقابلات، راح تبث خلال الجوله الاسرى، نبعث لهم تهنئه بمناسبه عيد الفطر السعيد، لمين بتحبي تبعتي تهنئه؟ لنسيبي، لسهر، يا أحمد، أبو غالية، بقول إن شاء الله كل عام هو بخير، إن شاء الله كل السجناء بكون كل عام بخير، وحرر الأسيرات والأسيرين يا رب العالمين. كم سنة معتقل وفي أي سجن؟ الساعة ما والله من حكم.
بعرف في أي سجن بس إنه استعمل ما حكم. إن شاء الله بطلع بالسلامة، وبقول له كل عام هو بخير، وكل السجن إن شاء الله كلهم الأسرات والأسرين كلهم إن شاء الله كلهم خير وخير يا ربي. من العادل وزد الله يسلمك يا رب. شكرا. تيجي بتقدر تقول أسامة جبرين، أسامة عودي كم سنة إله؟ ما إله تقريبا فوق 15 17 18 سنة، يعني كبر في السجن. يعني عندنا أخرى فيه يعني عدة أسرة يعني إلهم سنين فيش حدا سائل. وإحنا ما بنسأل بس عن إشي يعني عن الأسرة اللي عندنا، إحنا بنحكي عن الأسرة اللي بخص كل الضفة، لأنه إحنا هذول أخوتنا في الإسلام ما بنقدر نستغني عنهم. متابعينا، مع هذه التهاني نكون وصلنا إلى ختام هذه التغطية من شبكة وطن العالمية، والتي تم تخصيصها لنقل التهاني للأسرى في سجون الاحتلال. فكل عام وأنتم بخير ودمتم في أمان الله. شكرا للزملاء بهاء بركات ومحمد زاغ على هذه المقابلات التي عبر فيها شعبنا الفلسطيني عن مدى ارتباطه بهذه القضية، وعن مدى اهتمامه بقضية الأسرى، وأمنيات شعبنا أن تتحقق الحرية لأسرانا. نعم، هذه التحية اليوم، ونحن نعيش في اليوم الأول من أجواء العيد المبارك لأولئك الأسرى المضربين عن الطعام، خليل عواودة، رائد ريان، للمعتقلين الأطفال، لأسيراتنا الماجدات والأمهات، منهم الكل يعيش اليوم العيد في بعيدا عن العائلة. وشعبنا الفلسطيني دائما يذكر أسراه، يذكر شهداءه، هم من يستحقون الذكر في هذا المقام وفي هذا اليوم. في هذا أيضا نتحدث عبر الخط الهاتفي معنا السيد قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني. كل عام بخير أخي أبو أدهم. كل عام أنت بخير وشعبنا بخير وأمتنا العربية والإسلامية بخير إن شاء الله. يعني اعتدنا أخي أبو أدهم أن نعيش أعيادنا رغم هذا الوجع الناتج عن هذا المحتل المجرم، وفي نفس الوقت يحاول أسرانا أن يصنعوا لأنفسهم عيدا وفرحا رغم إجراءات السجان القبيحة، لكن هل ما زالت هناك مساحة كبيرة للأسرى في أعيادنا؟ نذكرهم كما يجب، نفتقدهم كما يجب، هل من أعياد في ظل غيابهم أخي أبو أدهم؟ يعني الشعب الفلسطيني على حاله وعلى عهده مع الأسرى ومع الشهداء. طبعا نحن في مثل هذه الظروف نفتقد رموز الكفاح ورموز المقاومة، نفتقد من ضحوا من أجل أن نحيا أحرارا على هذه الأرض. لم يغير الشعب الفلسطيني، لن يخرج من ثوبه، وسيظل شعبا مقاوما يرفض الذل والهوان ويرفض الاحتلال. والأسرى يمثلون مصدر إلهام للأجيال في أنك أولا يجب أن لا تسلم لهذا الاحتلال، ويجب أن تقاوم الاحتلال. نحن الشعب كما قال عنا شاعر المرحوم محمود درويش، نربي الأمل، وشعب يصنع الفرح على الرغم من المآسي التي يصنعها الاحتلال. لكن نحن نعتبر كل مساحة حتى تلك في مجال المعنوي هي مساحة للصراع مع الاحتلال، يثبت من خلالها الشعب الفلسطيني أنه على الرغم من الجراح والآلام التي يتسبب بها هذا الاحتلال المجرم، إلا أنه يمارس الحياة، يحاول أن يكون شعبا طبيعيا. نعم أخي أبو أدهم، يعني كمان إحنا اليوم ما بدنا نطيل عليك في هذه المناسبة، كمان إحنا بنحب نكون لأمثالك من المخلصين لهذه القضية المشرفة على جهدهم المتواصل، دائما كل الشكر والتقدير. بحب كلمة معايدة منك حتى لا نطيل عليك على أسيراتنا وأسرانا داخل السجون في هذا اليوم. يعني أحييهم وأشد على أيديهم الطاهرة، أيديهم التي يعني قبضت على السلاح وقاتلت، وأقبل جباههم العالية في هذا اليوم في هذا العيد،
وأقول لهم بأنه ربما تضيق نافذة الأمل قليلا، ولكن عملنا الكبير دائما في أننا ننتمي لشعب عظيم لن يصفح ولن يسامح ولن يفرط بأي حق من حقوقنا، وفي مقدمة حقوق الشعب الفلسطيني هي تحرير أسرى. أقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل عام والأقصى بخير، كل عام والقدس بخير، وكل عام وأنت بألف خير أخي أبو أدهم رئيس نادي الأسير الفلسطيني في هذه البرقية لأسران داخل السجون. كل التحية لكم. تحية. ورغم الوجع يصنعون أملا ويبرقون لشعبهم التهاني والتبركات، ومن أبرق هذه التحية هو الأسير المضرب عن الطعام لليوم 61 خليل عواودة. خليل عواودة يسلم على شعبه ويقول للأهل والأحبة كل عام وأنتم بألف خير، وقريبا سيكون عيدنا يوم عودتنا أحرارا بلا قيود، مزيدا من الصبر مزيدا من العناد حتى ينفلق القيد، كونوا على ثقة بالصباح. هذه كلمات يقولها أسير وصل إلى مرحلة صحية صعبة، أي معنويات هذه؟ رسالة خليل عواودة تتحدث بشكل مفصل عن الوضع الصحي الذي وصل له، وعن تهديد إدارة مصلحة السجون، بل وتهديد طبيب السجن له بأنه سيوصل إلى مرحلة صحية صعبة قبل أن ينقله إلى المستشفى ومن ثم يعيده إلى مستشفى السجن. رسالة يعني مقلقة على حال خليل، ورغم هذا القلق خليل عواودة يبرق لشعبه التحية. اليوم كل الشعب مطالب أن يكون إلى جانب خليل عواودة في هذه المحنة، في هذه الإضراب، في هذه المعركة التي يخوضها في وجه جريمة الإداري. نحن على ثقة أخي خليل أنك ستكون حر في القريب العاجل، فأنت صاحب عزيمة وإرادة وكبرياء، وأنت أيضا من يمنحنا هذه الإرادة وهذا الأمل. كل التحية لك أخي خليل. شفت بمنامي فجر ضوت جناديله، هون علي الأسر والعتم والسجاد، وصوتي سبق لي وقال ويل العدو ويلو. فجر حيضوي ضي من ورا القضبان يا خي، بكره فجر حيضوي ضي. نعم، لا نزال وسنستمر في هذه الساعات الثلاث في الموجة المفتوحة وطن وحرية. كل عام وأسرانا نبراس للعز والكرامة، نتواصل فيها معكم أسيراتنا أسرانا لأنكم أهم من يمكن أن نكون معهم اليوم. ونتحدث عبر الخط الهاتفي مع السيدة خالدة جرار الأسيرة المحررة والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كل عام وأنت بخير خالدة. كل عام وأنت بخير وكل أسرانا وأسيراتنا وعائلاتهم بألف خير. يعني أختي إميافة، إحنا بنشعر منيح أنه لا عيد مكتمل من دون حرية شعبنا وحرية أسرانا، وبشعر في هذا اليوم من عايش الأسر ومن عايش الأسرى والأسيرات، وأنت أسيرة محررة، ما الذي يمكن أو ما الذي يجب أن يقال إميافة في هذا اليوم؟ يعني أولا نهنئ كل أسرانا وأسيراتنا بعيد الفطر، ونقول إنه هذا اليوم هو يوم ممتزج بالفرح من جانب وبالألم والحزن والفراق من جانب آخر، فالمشاعر تكون متناقضة، وخاصة لأسرانا وأسيراتنا في داخل السجون، فهم يفتقدون جمعة الأحبة، هناك من فقد والده والدته أبناؤه، يعني كل هذه المشاعر تتلخص في هذا اليوم. يعني رغم مشاعر الحزن، مشاعر أحيانا الفراق الكبير، إلا أنه الأسرى والأسيرات يعني ونحن داخل السجن كنا نحاول أن ننتزع الفرح
ننتزعه انتزاعا رغما عن السجان. انت تعرف خابد انه يوم العيد بيحاول الاسيرات والاسرى انهم يحيوه بما يتلائم معه وبما يشكل نوع من التحدي للسجان وانتزاع الفرح في داخل السجون، سواء من خلال خطبة العيد أو صلاة العيد وبعدها تجمع الأسيرات أو الأسرى للمعايد على بعضهم البعض، وأحيانا يكون إعداد مثلا الطعام بشكل مشترك، حتى الحلويات ضمن الإمكانيات البسيطة يعني نحاول أنه نعملها في داخل السجن، وهي جانب أو جزء من التعويض، جزء من القول بأنه الأسرى هم أحياء، هم يتواصلوا روحانيا، يتواصلوا بكل الأشكال مع المحيط الخارجي رغم صعوبة يوم العيد يعني بالنسبة للأسرى والأسيرات. وإحنا في هذه المرحلة بأول إشي جزء من أسرانا بيخوضوا الإضراب المفتوح عن الطعام، والجزء الآخر يعاني من العزل في داخل السجن والقمع اللي ممنهج ومبرمج اتجاه أسرانا وأسيراتنا. هذا طبعا يصعب الوضع على الأسرى والأسيرات، لكن انتزاع الفرح ومحاولة إحياء هذه المناسبة بأشكال بسيطة، بأشكال تعبر عن التحدي، تعبر عن الصمود، هي من ميزات العيد في داخل الأسر. واسمح لي بهاي المناسبة أن نوجه تحياتنا أول شيء لأسرنا المدربين عن الطعام، وثانيا للأسرى الإداريين اللي بيقاطعوا المحاكم العسكرية، ولأسرانا المعزولين في زنازين العزل، ولأسرانا وأسيراتنا في زنازين التحقيق. وهنا أخص طبعا أسيراتنا في سجن الدمون اللي بوجه لهم كل التحية. وأنا بذكر يعني أنه يمكن أنا هذا أول عيد إلي من حوالي 4 سنوات بكون موجودة خارج الأسر، فأنا بعيش معهم، بعيش مع مشاعرهم، بفتقدهم بكل لحظة. بديش أذكر هلأ أسماء يعني، بس كل التحية لكل أسيراتنا. انضمت قافلة من الأسيرات الجدد أيضا إلى أسيراتنا في داخل الأسر، وأنا متأكدة أنه هذا اليوم رغم كل الألم، رغم كل الفراق، رغم كل الصعوبات اللي بيعيشوها كمان أسيراتنا، إلا أنهم بتذكر هلأ يعني بتوقع هلأ رجعوا على الغرف وأحيوا المناسبة في الصباح بما يتلائم مع هاي المناسبة. وأكيد يعني بساعات الظهر طبعا رح يكون في تجمع آخر، وبتوقع أنه يكون في نشاطنا ترفيهي أو نشاط ثقافي. بحب إميافة تحكي لي عن مشاعر الأمهات، وفي أسيرات أمهات، كيف الأم بتحس في هاي اللحظات أنه مطلوب منها أنها يعني تواجه سياسة السجان بالصمود والفرح وصناعة يعني صناعة العيد وفرح العيد، بينما في القلب غصة الأمهات تحديدا؟ طبعا معنا قلت لك أنه قديش بيكون صعب عبد أنه أنت تحاول، أنت بتعيش يعني ألم، وإحنا منقول أنه لأنه إحنا في النهاية بشر ونتألم، وخاصة يعني الأمهات لما بيفتقدوا أولادهم اللي بتوقعوا أنه في هذا اليوم هم بيكونوا يعدوا لهم الحلوى، بيكونوا يحضروا لهم ملابس العيد، بيكونوا يحتضنوهم. ففيك تتخيل كيف الأم بتكون تسرح يعني أنه وين أولادي، يعني أنه أنا هلأ بعيدة عنهم. مشاعر جدا جدا صعبة، وهي ليش مختلطة؟ لأنه في صعوبة وفي ألم، وبنفس الوقت في محاولة لانتزاع الفرح، محاولة يعني إحنا منكابر في داخل الأسر، لكن هاي المكابرة، هي المكابرة بأنه نشعر بالفرح ونحيي المناسبة، هي فيها نوع من التحدي لهذا السجان، لأنه هدفه في النهاية هذا السجان أو السجانة هو أنه يعزلك عن محيطك الخارجي، هدفه أنه يحاول يحطمك، فأنت يعني في محاولة ل الرد على هاي السياسة منحاول ننتزع الفرح. وانتزاع الفرح هو يعني في كثير من الأحيان ما خلينا أقول بيكون شكلي، لأنه في القلب هو غصة يعني الألم بيكون هو ألم داخلي، لكن هاي المحاولات هي بتخفف، بتوصل كمان رسالة معينة.
يعني بيكونوا ينتظروا كمان إنه، وخاصة إذا صدف زيارة في أيام العيد، يعني هذا بتكون كمان الفرحة زي ما بقولوها فرحتين، إنه تخيل إنه يعني تفرح الأسيرة أو الأسير إنه يشوفوا يعني أطفالهم من خلف الزجاج، لأنه هلأ عشان كورونا وما كورونا ممنوع يدخلوا الأطفال عند أمهاتهم أو أبائهم. فيعني حتى هذا بالنسبة للأسرة، بالنسبة للأسير أو الأسيرة، هو عنوان فرح كبير، يعني بيكون محطة من المحطات اللي بتحدث تغيير في داخل الأسر من الحياة الروتينية اللي أحياناً بتكون مملة وبتكون، فأنت بتكون تنتظر شيء، يعني تنتظر شيء مفرح، مفرح أنك تشوف عائلتك تطمن عليها. وكمان بحب أقول أنه الكل بيكون على الإذاعات ينتظر مكالمات الأهل ومعايداتهم، وصدق أنه يعني إحنا كأسيرات بنسمع كل البرامج، يعني وقت البرامج الأسرة وبث السلامات، وبتكون حالة صمت مطبق في كل الغرف، يعني في كل القسم، يعني حتى بنسمع معايدات أهالي غيرنا، يعني مش فقط أهالينا. عشان هيك إحنا النيافة يعني اليوم في وطن خصصنا هاي الموجة المفتوحة على مدار 3 ساعات، هي فقط من أجل الأسرة. وفي هذا الموضوع بحب كمان نختم فيه على الصعيد الوطني والنضالي. اليوم في العيد تتردد قضية الأسرى والشهداء، هل هذا مطمئن ميافة إنه هاي القضية ما زالت حاضرة وما زال شعبنا وفي لأسرانا حتى يكونوا أسرانا مطمئنين في هذا اليوم؟ وشو مطلوب مننا أكثر على الصعيد الوطني؟ يعني احنا بالرغم من كل صعوبات الوضع الفلسطيني، بالرغم من كل جرائم الاحتلال اللي عم تتزايد وبتتكثف بشكل، الا انه في شيء مفائل، شيء مفائل اللي هي الحالة الشعبية اللي رافضة لهذا الاحتلال، يعني حالة المقاومة، حالة الرفض لهذا الوجود. وفي خضمه بيجي موضوع الأسرى والأسيرات، وطبعا الوفاء لدماء شهدائنا وشهيداتنا. ففي أمل، يعني أعتقد أنه رغم كل المحطات الصعبة، رغم كل الوضع الصعب، إلا أنه في أمل. طبعا إحنا إيش ما نعمل من ضلنا مقصرين اتجاه قضايا أسرانا وأسيراتنا، لأنه في النهاية المطلب هو الحرية لأسرانا وأسيراتنا. لكن خلينا أقول، بدوش الواحد يعني يكون متفائل جدا جدا، لكن أعتقد أنه هناك بوادر قوية لتغير في الحالة، في الوضع الفلسطيني. هناك ازدياد اهتمام عربي، بحكي عن المستوى الشعبي، أنا مش عن المستوى الرسمي، هذا ملاحظ. وحتى على المستوى العالمي، يعني في إعادة فرض معادلات جديدة، طبعا أساسها صمود الناس، أساسها صمود أسرانا وأسيراتنا، صمود الشعب الفلسطيني، مقاومته الشعبية الواسعة لكل إجراءات الاحتلال. فنتمنى أنه بالفعل يعني تحدث تغييرات جدية، يكون على رأسها، بالإضافة لإنهاء هذا الاحتلال، يكون على رأسها برضو أن نشوف أسرانا وأسيراتنا في أقرب وقت محررين، وأن السجون أغلقت يعني مع انتهاء هذا الاحتلال. هذه أمنيتنا جميعا اليوم أختي ميافة، وإن شاء الله بتكون صوتك وصل الدامون، وصل كل قلاع الأسر، وصل كل ضمير يؤمن بهذه القضية. كل الشكر لوجودك معنا خالد جرال، أسير المحرر والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كل عام وانت بخير. نطرتك والعمر يما مثل الغريب عدى، وفي صدري نيران الشوق لا تبرد ولا تهدى، ودمع عيني يقول لك عود ما ظلش دمع يما، ونطول غيابك يوم بنار الشوق لتحدى. يما موالي الهوى، يما موالي ايا، دربي الخانة جروالة حكم النادل فيا. ولا يقبل أسرانا حكم الأنذال، يصمد الكف في وجه المخرز ولا يلين، يزداد الشموخ شموخا ولا تنحني هامات أسرانا وأسيراتنا لهذا السجان اللعين. قالت إمياف خالدة جرار أن العيد يكون عيدين إذا تزامن العيد مع الزيارة. كان من المفترض أن تتزامن زيارة
زيارة عاهد غلمة لعائلته اليوم مع العيد، لكن تفاجأت العائلة أنه تم إبلاغ الأهالي بتأجيل الزيارة للأسبوع القادم. كم كان جميل أن تكون الزيارة في العيد حسب تجربة كل من عاش هذا اليوم، حتى الأهالي رغم أن العيد فيه التزامات كثيرة يفضلون أن يزوروا أبنائهم. نتحدث أكثر في هذا الموضوع ونقدم المعايدة أيضا لعائلة الأسير عاهد غلمة معنا عبر الخط الهاتفي وفاء أبو غلمة زوجة الأسير والناشطة في قضايا الأسرة. كل عام وانت بخير أختي وفاء. وانت بألف خير، الله يسعدك يا رب يا عبد. يعني هذه أعيادنا بكل أسف، وتحديدا بيوت الأسرة وبيوت الشهداء، دائما في نقص، دائما في وجع، دائما في دمعة ولو مخفية، دائما في غصة في القلب، ورغم ذلك في حالة من الشموخ والكبرياء بعيشها الأسير وأهل الأسير. ما زرت اليوم؟ كان مفروض تزوريه. نعم صحيح، يعني وإحنا كان عندنا أمل، يعني إحنا بتقدر تحكي من يوم ما تم اعتقال عاهد ولا مرة شفنا عاهد يوم العيد، يعني من 17 سنة، فكان عندنا أمل اليوم يعني، وكنا للأمانة كنا مبسوطين، يعني حتى ريتا كانت مبسوطة، أنا مبسوطة أن إحنا ودار أختي بنروح نزور لأن ابنهم مع عاهد بنفس المعتقل ريمون، فكنا يعني عاملين خطة كيف بدنا نروح أول يوم العيد، وحتى ما عملنا تجهيزات العيد كون يعني إحنا مش موجودين، بتعرف الناس بيجوا أول يوم، فلكن للأسف يعني بلغنا الصليب إن ما في زيارة تم تأجيلها للأسبوع القادم، فشعرنا بالغصة يعني، لأنه كان عندنا أمل إن من سنوات طويلة إن أول مرة بدنا نشوف عاهد أول يوم العيد ونحكي له كل عام أنت بخير وجها لوجه، يعني صحيح عبر الهاتف بس بنكون شايفينه، يعني بدنا نحكي له كل عام أنت بخير. إن شاء الله يعني كلنا أمل في كل عيد بنجدد هذا الأمل إن العيد القادم يكونوا هم موجودين عندنا، مش إحنا نروح للمعتقلات، وإن شاء الله إن العيد القادم بنرد نجدد الأمل ويكون عاهد وكل الأسرة إن شاء الله بيكونوا مع عائلاتهم. يعني أنا بحبش أستخدم لغة الأرقام في قضية الأسرة لأنه القضية أكبر من ذلك، بس كثير من الأعياد مرقت أختي وفاء ولا زال عاهد أسير داخل سجون الاحتلال. عوائل الأسرة دائما بنسأل الأسرة المحررين كيف العيد بمر على الأسرة داخل السجون، كمان عائلات الأسرة العيد عندهم مختلف، شو بيختلف عيدك عن الآخرين أختي وفاء؟ يعني بالعادة دائما بكون إحنا عندنا العيد منقوص، يعني في كمان إحنا مسألة بجوز شوي غريبة عن باقي الأسرة، إن إحنا فيها عندنا ريتا انولدت وأبوها داخل السجن، يعني في كثير من أولاد الأسرة يعني انولدوا وأبهاتهم داخل السجون، يعني ريتا حاليا 19 عام عمرها ولا مرة عيدت مع أبوها في بيتنا أو مع العيلة، يعني هذا إشي شوي بكون صعب، يعني ما بتعرف إيش العيد مع أبوها ريتا، إن تكون يكون موجود معاها أول يوم العيد صحيها وكلها كل عام وانت بخير ويعطيها عديتها، إشي مؤلم يعني، مش كمان بس على الأسير، على الأسير وعلى عائلة الأسير. في أسرة صحيح أنت حكيت ما يعني ما بتحب تحكي بالأرقام، بس يعني إحنا مضطرين نحكي هاي الأرقام، لما بنحكي عن كريم يونس وماهر يونس 40 عام داخل السجون، فأنت تخيل كم عيد مرك، كم ألم تألموه هم وأم وأهليهم. في كمان الأسرة اللي محكومين المؤبدات، يعني المؤبدات اللي في تقريبا أكثر من 500 أسير محكومين بالمؤبدات، اللي ما عندهم أمل إن ممكن يعيدوا عند أبنائهم إلا في حال صارت صفقة تبادل أسرة اللي تخرجهم جميعهم من داخل السجون. كل هاي الأشياء يعني إحنا بنشعر فيها بالألم دائما، عائلة الأسير تحديدا زوجة الأسير وأبنائه بحسوا بهذا الألم. ما بعرف يعني لما بكونوا، حتى أنا لما كانوا الأولاد صغار لما بنكون عند دار أعمامهم أو عند دار سيدهم، كل أولاد أعمامهم أبوتهم عندهم، بكون الصبح عند أبوتهم بعيدوهم، كانوا بشعروا بالنقص يعني، لأن الأب أنا يعني بحكيها الأب ما في حد بعوضه يعني، عشان هذا أنا كثير بتألم على حالي، بتألم على أولادي، بتألم على زوجات الأسرة، على أبناء الأسرة، لأني أنا اللي بشعر كيف
كل زوجة أسير تشعر، كل ابن طب كيف أسير كيف كيف قدرتي أو كيف بكيتي تقدري يعني تتحملي قضية الأولاد؟ يعني أنت كأم يعني قوية وماشي، طب يعني بنت زي ريتا ولا عيد أبدا مع أبوها، بنحكي عن أكثر من 40 عيد إحنا قاعدين وفترة هو مطارد كمان، كيف قدرتي تتحملي وكيف بكيتي تتابعي قصة البنت بتكبر ولا مرة عيدت مع أبوها؟ وبنعرف كديش أولادنا بحبوا الأعياد، بحبوا يشوفوا أبوتهم وأمهاتهم في الأعياد. صحيح، بس لما أنت بكون في عندك قضية، يعني قضية كبيرة، ممكن أنت في أشياء كثير قدام القضية الأساسية بتصغر، حتى العيد بصغر، حتى الاشتياق بصغر، كل إشي بصغر. يعني عاهد دفع ثمن وإحنا دفعنا ثمن، يعني بتأمل بنتمنى إنه يكون الثمن اللي إحنا دفعناه كعائلة وكعاهد داخل السجون وكل الأسرة داخل السجون يكون في تقدير لهذا الثمن. مدام أنا مؤمنة إن في عنا قضية كبيرة، في عنا شعب يعني بيحلم في يوم إنه يتحرر، يعني فيك أنت تتغاضى عن بعض الأمور. يعني أوكي بيكون في ألم داخلك لما أنت بتحكي هذا الحكي، بس مدام إحنا في عنا قضية كبيرة، هي قضية شعب، قضية وطن بده يتحرر، ممكن إحنا نتنازل عن كثير شغلات. أنت جربت السجن، قعدت 13 سنة أو 14 سنة داخل المعتقل، كنت أنت كمان بعيد عن أولادك وبتعرف هذا الشعور. أنا بعرف شعور كيف لما زوج يكون بعيد عن زوجته، بس مدام في عنا قضية أساسية اللي هي تحرير الوطن، يعني بنقدر نقول كل إشي بهون كرمال عيون وطننا. قبل ما أخذ رسالتك الخاصة كزوجة كناشطة في قضايا الأسرة ودائما حاضرة، ما الذي يقال للأسرة في هذا اليوم أختي وفاء؟ يعني اللي بحب أوجهه، طبعا بوجه تحيتي لجميع الأسرى داخل سجون الاحتلال، بخص بالتحية طبعا الأسيرات، صديقتي ختام سعفين، شذا عودة، كل الصبايا داخل المعتقلات. أنا هسا شعر فيكم كأم بعيدة عن أولادها، اللي أولادها بعيدوا لحالهم، يعني كثير أنا شعر فيكم. بحكي لكم إن إحنا مقصرين، كلياتنا مقصرين، مهما عملنا من فعاليات، مهما تضامننا معاكم بالقول أو بالفعل أمام تضحياتكم، إحنا ما بنزل، إحنا مقصرين في قضيتكم. أنا بتأمل إن يتم تفعيل قضية الأسرة على أعلى المستويات، لأن الأسرة بيستاهلوا، اللي ضحى بسنين عمره داخل المعتقلات بعيد عن أولاده وعن زوجته وعن أهله وعن عيلته وعن كل الناس اللي بحبهم. إحنا شو ما نعمل، يعني لما بنطلع مسيرة، لما بنطلع اعتصاب، بنكون مقصرين جدا، يعني مقابل التضحية اللي هم بضحوها. أنا بتمنى من الشارع الفلسطيني، إحنا في عنا أسيرين حاليا مضربين عن الطعام، أسير له أكثر من 40 يوم وأسير في له تقريبا 20 يوم. صحيح. في الوقت الحالي أسرى الجبهة الشعبية بهيئوا في حالهم خلال أيام، إذا ما حلوا قضية المحامي بشير الخيري راح يخوضوا إضراب جماعي عن الطعام من أجل إنهاء ملف الاعتقال الإداري للأسير بشير الخيري، اللي بوجه له تحية، كل التحية كبيرة لأبو أحمد ولجميع الأسرى الإداريين اللي إلهم أشهر مقاطعين محاكم الاحتلال وقدروا يأخذوا موقف مشرف بهذا الموضوع وقاطعوا محاكم الاحتلال. وأنا بتمنى ثبت إنهم على قدر المواجهة. نعم. وإن نعم. إحنا يعني واثقين إنهم على قدر هذه المواجهة، وإن شاء الله راح يسقط حكم الإداري عيدي على حبيبنا عاهد. طبعا بوجه تحيتي لزوجي عاهد داخل سجون الاحتلال، وبقول لك كل عام وانت بخير، احنا كلنا املاح لاولاد الجميع، الكل بخير، وان شاء الله يعني بنتامل ان العيد الجاي تكون معانا. وطبعا تحياتي لجميع الاسرى داخل السجون، وبخص كمان بالتحيه حبيبي شادي عميره ابن اختي اللي هو حاليا موجود بسجن ريمون، ان شاء الله قريبا شادي وعاهد وكل الاسرى يكونوا معانا، والعيد الجاي نحتفل بحريتهم سويا إن شاء الله. يا رب كل التحية إليك أختي وفاء أبو غلمة، زوجة الأسير عاهد أبو غلمة والناشطة في قضايا الأسرة، كل عام وأنت بخير. إيش أحكي عن عشاق ثورة بل عزمي هدوا جبال، كيف أحكي عن أحرار أسرة ما كفشوا من قال،
الله أعلم بل أسر أدرى الله أعلم ويدري بالحال أسير يزيد الصبر بصبره والهم قوية وعلى العال كاتم سره جوا صدره أسيرنا حر وسيد رجال للوطن بيمشي تحت أمره أسد بساحة القتال لو هدر سنين من عمره بس جنوناله طوال وقضى صبحه وظهره وعصره بسنزانه وبراس شوال حر ولا ما ينحني ظهره أسطورة وفارس وجنرال السجن لا ما نهاب أسطورة وفارس وجنرال وعن أبرز جنرالات الصبر في سجون الاحتلال الأسيران القائدان كريم يونس وماهر يونس 79 عيد مر على الأسيرين القائدين كريم يونس وماهر يونس وتبقى لهما عيد واحد 39 عام في سجون الاحتلال خلالهما حرم أن يكون بين عائلتيهما مرت أجيال وأجيال وهما بالأسر عميد الأسرى كريم يونس فقد والده في ذكرى اعتقاله 30 وتستمر والدته في زيارته رغم مرضها وكبر سنها وماهر فقد والده في عام 2008 على مدار هذه السنوات رفض الاحتلال الإفراج عنهما في كافة صفقات التبادل والإفراجات التي تمت وهما من بين 25 أسير ممن اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو بشكل متواصل ويواصل الاحتلال اعتقالهم 79 عيد يا كريم 79 عيد يا ماهر هذه مش أرقام هذه حكاية بتحمل كثير كثير المصنف يكثفون عليهم حراسة أنت أكثف يكثفون عليهم حراسة عن كريم وعن جنرالات الصبر وعن سنوات الاعتقال بعيدا عن الأهل والأعياد معنا عبر الخط الهاتفي نديم يونس شقيق عميد الأسرى كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أخي نديم كل عام وأنت بخير وأنت بخير عزيزي يعني أنا بقرأ في التقرير أخي الكريم عن كريم وماهر والجنرالات وأنا واحد يعني صاحب مبدأ مش الرقمنة لأن الموضوع مش رقم أنت اللي بتعرف إنه الموضوع مش رقم لأنه شفته قبل ما فقدت والدك وبتشوفه اليوم في عينين والدتك 79 عيد إن شاء الله يعني خلص هذا العيد الأخير وسيكون في العيد القادم معنا كريم إن شاء الله أسرع من ذلك شو بعني هذا الرقم يا نديم؟ هذا يعني خلينا نأخذ الشق الإيجابي من هذا الوصف اللي أنت بتحكيه إن شاء الله أنه ما يقارب 80 عيد وكريم طب نشوف انه كريم بلش على ابواب السجن انه سوف يتحرر قريبا ان شاء الله هذه ان شاء الله بتكون بشرى لكل الاسرى انه السجن بالتالي ما بسكر على حدا للابد اسرانا رح يطلعوا كلياتهم شامخين مثل ما احنا بنتامل انه كريم يكون بيننا قريبا ان شاء الله شامخ منتصر يعود الى وطنه والى احبابه ان شاء الله بنتامل انه كل اسرانا يكونوا هيك عندهم هذه المعنويات ويعرفوا بس بنتمنى أنهم ما يوصلوا لا 30 سنة ولا 40 سنة بكفي كل واحد إن شاء الله أنه بتكون مع تحرر أخونا كريم يكونوا كل الأسرى إن شاء الله في هذه السنة يتحرروا كل أسرانا وكل أراضينا من دنس الاحتلال والاحتلال إلى زوال هذا كل أسرانا بيعرفوه طبعا بنتأمل أنه يكون بس الإشي بنظلنا نكون قربات أنا هيك عندي بعرفش دائما أحدث أنه هذه السنة فعلا الأخيرة إن شاء الله آخر سنة للاحتلال ولكل الأسرى إن شاء الله بيكونوا في بيوتهم مع أحبائهم وإن شاء الله بنفرح بكريم وكل رفاقه وكل إخوانه نحملهم على كتافنا في ساحات القدس في ساحات الأقصى المبارك وإن شاء الله هذه السنة بتكون بشرى لكل أسرانا ولكل قضيتنا يعني أخوي نديم إحنا اليوم في هذه الموجة المفتوحة المخصصة للأسرى وطن وحرية يعني كمان من خلالك إحنا مش بس كلمة معايدة قبلة وفاء واحترام وتقدير وإجلال من خلالك وعبر هذه الشبكة شبكة وطن الإعلامية إلى والدتنا الصابرة الصامدة اللي استنت كل هاي الفترة والدة كريم طمنا عليها كيف هي اليوم شو بتقول بعد كل هاي الفترة أم كريم أم كريم
كريم هي مثل لكل أمهات الأسرة، وهي حتى أم كل الأسرة. يعني إحنا بنعد كل أسرة هي أم كريم، وأم كريم هي أم لكل أسير. عانت اللي عانت، وبنتأمل إنه يعني هي متوفاة لأنه كريم فعلا قريبا إن شاء الله بيكون عندها في حضنها الدافئ اللي يتبارك منها وتتملت منه وتفطر معها وتأكل معها. بنتأمل هذه إنه يكون فعلا لكل الأسرة. أمي صبرت كثير، عانت كثير، كان في كثير أحداث بهذول خلال 40 سنة. الوالد توفى، كثير ناس توفت من أعز الناس على كريم. مرينا بظروف كثير صعبة، ولكن إن شاء الله. وأنا بعرف أنه كمان إخواننا يعني من بالأسرة كلياتهم، اللي أخوه استشهد، اللي أبوه، اللي أخته بالسجن، اللي يعني إحنا هذا الشعب الفلسطيني. ولكن ببشر خير إنه قضية الأسرة مثل ما أنت بتحكي فيه، ما بتنسوش دائما الأسرة الإجماع على قضيتهم وأولويتهم وحقهم. إن شاء الله هذه بتكون بشرة لكل أسرانا، إنه إحنا مع أسرانا على كل الخط وهم بالأولوية الأولى. وإن شاء الله إنه بتكون أول البشائر إطلاق سراح كل أسرانا، وكل أم تحضن ابنها زي أم كريمة إن شاء الله قريبا. إن شاء الله الله يظل يمد بعمرها بآخر أشهر إن شاء الله، تكون قوية وتستقبل كريم وتحضن كريم باب السجن وتيجي معاه بزفة كبيرة طويلة عريضة إن شاء الله. يعني أنا مبسوط أنه اطمننا عليها، هي كانت تعبانة شوي. يعني أنا بتخيل الحجة الآن في قعدتها محاطة بصور كريم يونس، بتستقبل أحباء كريم ممن يتذكرون أهالي الأسرة وما زالوا أوفياء لهذه القضية. شو بتقول لضيوفها لما بيجي حدا من هالأصدقاء، من أصدقاء كريم، شو بتقول لهم؟ يعني بالذات أصدقاء كريم اللي بيسألوا عنه، هو كريم أصدقاء، وهم كلهم اليوم هم خريجين السجون اللي بزوروا أمي يعني. ولا يعني في عنا كم قريب هنا، أبناء أعمامنا وأخوالنا اللي بيجوا، أكثرهم أسرى بيكونوا بيجوا من كل البلاد، أسرى محررين. أمي دائما يعني بحكولها عن كريم، عن مواقف كريم، عن مسيرة كريم بالسجن كيف. وأمي بتقول هاي قدامنا، وهي حاطة فعلا على الحيط كبال قاعدتها دائما تتفرج على هالصور وتقول هياتني بستنى 40 سنة إن شاء الله ولا أم بتذوق هذه المرارة وهذا العذاب اللي ذوقناه. وكل الأميات يفرحن زي ما أنا بدي أفرح في كريم. يعني أمي كانت تشوف الإشي طويل وبعيد كثير، اليوم إن شاء الله صارت. هذا اللي بدي أسألك إياه، اليوم شعوركم مختلف أخوي نديم؟ أي نعم، بلشت يعني تسأل نحكي لها، يعني بكينا نحكي لها ضايل بس كم من سنة، صرنا بعدين نحكي لها آخر سنة ما ولا يهمك، حتى نحكي لها أشهر، حتى صرنا مرات مش عارف نخفف عنها يعني كلها كم من أسبوع يما إن شاء الله. وهيك يعني بنحاول نهوسها أكثر، وبطلع شامخ مرفوع الرأس، وهيك بتتأثر طبعا وبتحب وبتفرح، بس بنشوف قديش هي بتتغير إيجابيا وبتلمس هذا الإشي إنه فعلا ضايله 7 أشهر أو 6 أشهر إن شاء الله بيكون بناتنا. هذا شيء كثير بيعطيها المعنويات، وإن شاء الله إنه بتظلها قوية يا رب. نديم أنت كمان يعني حملت هاي القضية وكنت مخلص لكريم وقضية الأسرة، وكنت يعني مثال لمن يحمل هذه القضية. عيد على الشباب لأنه كلهم بحبوك وبيحترموك، أسيراتنا أسيرانا، كلمة معايدة منك إلهم. أي نعم، أسيراتنا الماجدات الشامخات وأسرانا كلهم في سجون الاحتلال، من أسرى غزة لرام الله عبورا في جنين ونابلس وطول كرم، بكل فصائلكم وكل انتماءاتكم، إخواني أنتم كلاتكم أسرى فلسطينيين على رأسنا، نحن بنحطكم على روسنا، بنحطكم في عيوننا، إحنا معاكم على طول الخط. ولا بحب أنه ما يخطر على بال أي تأثير أنه إذا كريم لا سمح الله تحرر قبل ما يتحرر كل الأسرة، أنه إحنا نتخلى ونحيد عن ضرب الأسرة وعن قضية الأسرة. إحنا معاكم على طول الخط، ولكن بنتأمل أنكم فعلا هذه السنة تكون الأخيرة لكل أسرانا. أسرانا أنتوا في البال، أنتوا سيرتنا، أنتوا خرافنا، أنتوا حديثنا، أنتوا بوصلتنا، أنتوا قادتنا، أنتوا أملنا. وإن شاء الله هذا بتتكلل في تحرير فلسطين، إن شاء الله تحرر فلسطين بيكون بتحرر مع بالتزامن مع تحرر كل أسرانا وكل أسيراتنا. وإحنا فخورين فيك وفي أمثالك أخوي نديم، وأنتوا يعني واجهة شرف إلنا. كل عام أنت بخير أخي الحبيب، كل عام أنت بخير. والدتنا المناضلة أم كريم
كل عام وانت بخير يا كريم، في انتظارك حبيبنا انت وماهر وكل الأسرة بإذن الله. كان معنا نديم يونس شقيق الأسير عميد الأسرة كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كل التحية والتقدير لك أخي الحبيب. وكالبراكين تزحف كفجأة الغيب تهمي، وكالبراكين تزحف تنثال عيدا ربيعا، تمتد مشتى ومصيف تنثال عيدا ربيعا، تمتد مشتى ومصيف نزغا إلى كل جدر. كتبنا أبو ينال عطير يقول: الحرية لأسرانا البواسل جنرالات الصبر، الله محيي صمودكم والله يقويكم يا رب، عاشوا الأسود وكل عام وأنتم بألف خير، الفرج القريب إن شاء الله. علا محمد تحية وألف تحية للأسير محمد العارضة ولجميع الأسرى بنار النجار، كل عام وجميع الأسرى بخير وعقبال تحريرهم من أيدي الظلام ومن سجون الظالمين. أم الأسرى كل التحية لك، كل التحية لكل حر ووفي لقضية الأسرى. سنستمر معكم في هذه الموجة وفي الساعة الثانية منها موجة وطن وحرية، نبرق فيها معايداتكم للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، فكل عام وأسرانا نبراس للعز والكرامة، معكم عبر شبكة وطن الإعلامية وعلى الموجة 99.2 FM. مكتوب عشبين البطل لساكن الزنازين، مهما جرى ومهما حصل كله في فلسطين، بعرف أهان وعزبوا معوا الكرام وأرهبوا يا بلد دمنا تخضبوا، ما في شرف أو دين، ما في شرف أو دين. دعوات الأمهات للأمهات والزوجات، ألف تحية وسلام، كل عام وأنتن الماجدات، كل عام وأنتن عنوان للصبر والصمود، أمهات الأسرة، زوجات الأسرة، الأمهات الأسيرات، الأسيرات الماجدات. ونحن نتحدث عن هذه القامات النسوية الفلسطينية المشرفة، نتابع وإياكم هذا الفيديو الذي تم إعداده في وقت سابق، متابعة طيبة مستمعين مشاهدين الأعزاء. زوجة الأسير إسلام حامد رنان حامد من سلواد، زوجي محكوم 21 سنة، طبعا مضى منهم 17 سنة متفرقات. سناء شلبي زوجة الأسير منتصر شلبي، حكم هلكيتي مؤبدين وإن شاء الله الفرج القريب إلى يا رب. أنا والدة الأسير ربيع فرح أبو النواس عصفور، ابني إلى سنتين ونص مسجون وطالبين لحكم 16 سنة. أنا زوجة الأسير الشيخ فايز حامد من سلوات، محكوم مؤبد. طبعاً زوجي يعني ما مر رمضان علينا، يعني هو معانا يعني دائماً يكون في السجن، طبعاً صعب يعني لأنه يعني دائماً بعيد عنا وبعيد عن الأهل. الحمد لله رب العالمين هو حاضر معنا دائماً يعني بالدعاء وقت الإفطار في صلاة الفجر في كل وقت، يعني هو معنا. بكى يحب يجي يحضر رمضان معنا، أجواء رمضان، أجواء العيلة، الأكل، بتعرفي في أمريكا فيش أكل عربي كيف إحنا بنعمله. صفات ربي ما شاء الله عنه يا خالتي، شاب خلوق طيب محبوب عند الناس، وكان يعني في شغله وهدفه أنه يربي عيلته الحمد لله رب العالمين، مش صاحب مشاكل يعني نفسه طيبة والجميع يعني بحبه والحمد لله رب العالمين يا خالتي. ما
أصعب الأوقات يعني بد الأولاد بدهم يعني عناية أزود هو موجود أفضل يعني يعني بعيد علينا من عيد عليه يعني أكيد في فراغ بس يعني حال الدنيا شو بدي أسوي هو فراغ والله يعني بحاول الواحد يتفادى يعني بيحسسش الأولاد بس يعني أكيد فراغ موجود طبعا ما بتقدريش أنا والله الواحد ما بنبسط لما هي كمناسبة سنوية تيجي على الأمة الإسلامية والواحد يبقى مع عائلته وفرد أهم فرد في العيلة ناقص ما بنبسط يعني شارخ شبير في قلوبنا في أنفسنا يعني كان أنا كان زوجته كان البنات إسلام زوجي وكل حياتي والسند طبعا يعني يعني بعد الأهل بيجي الزوج هو السند والرفيق والحبيب ويعني كل إشي في الدنيا يعني هو حاضر معنا في كل وقت هو يعني بكون الوقت كتير صعب يعني بدونه طبعا في فرق كبير يعني كنا نقعد دائما على مائدة الإفطار مع بعض السحور مع بعض يروح على الجامع نضل هان قاعدين في بلكون يعني ضل قاعد فيه يسهر نشرب قهوتنا هان طبعا الحياة صعبة ومسؤولية كبيرة طبعا هالكيف رقبتي كان هو شايل معي يعني بشتكوا له وهيد يعني محتاجين في كل إشي يعني يروح ويجي ومرات يعني بزوروه مرات بزوروش مع الوضع الكورونا وهيد هلأ يعني إلهم فترة طويلة مش زايرين الأولاد بضل يسألني ماما ليش أنا مش قادر أشوف أبوي يعني بضل يسأل عن الزيارة فيعني أكيد هاد إشي يعني بحس في بال الوحدة لما أبوها لما الولد يعني يسأل عن أبوه بشكل مستمر أو أنا يعني شخصيا يعني صحيح متعودة وماشية في الحياة وهيك بس بالنسبة لإلي كأنه أول يوم سجن يعني هذا الورد يعني بعد ما يموت ويرد يحيى ويطلع بعطينا أمل في الحياة وأمل لجميع الأسرى إنهم رح يتحرروا ورح يطلعوا من السجون إن شاء الله الزيارة هذه يعني رحنا نطمئن عليه ما انبسطناش فيها لا أنا ولا زوجته ولا بناته لأن الوضع بكى تعبان وعلامات التعب مبين عليه نفسياً وجسمياً وغير هي من ضمن الحديث اللي دار بيننا كل يوم كل عام وانت بخير وكيف الرمضانية معك فتفاجأ بكله بلش رمضان يوم قلت له يوم بلش الأسبوع يعني انصدم وإحنا انصدم الإعلام عشان مش عارف إنه رمضان سألتي إنه يشد حيله وإن شاء الله الفرج قريب إله وجميع الأسرى وإن شاء الله عمره السجن بسترش أحدا إن شاء الله الفرج قريب يا ربي كل رمضان مبارك عليه جميع الأسرى وإن شاء الله يعني الاحتلال لزوال يعني إن شاء الله رح نبني غير هذا البيت ورح يطلع منتصر وجميع الأسرى طبعا إن شاء الله يلتم الشمل كل واحد مع عيلته وأملنا في الله كبير على أمل إن الله يفتح أسرهم عن قريب الجميع والأهالي يفرحوا في طلعتهم وقضوا هالأعياد وهالشهر رمضان المقبل إن شاء الله إذا ما قضوش معنا السنة الجاية إن شاء الله يبقى بيننا إن شاء الله ربنا يجمعنا فيك عن قريب يا أبو الخطاب ويفرج همك وهم جميع الشباب وتيجي وتربي أولادك أنت زي ما بدك إن شاء الله ونبني حياة جديدة إن شاء الله بعيد عن هالاحتلال إن شاء الله بطلع من هالبلد وترجع فلسطين محررة بإذن الله إن شاء الله يا رب هذا هو لسان حال الأمهات لسان حال الزوجات كم من الحكاية في بيوت الأسرى كم من الدموع ذرفت عيون الأمهات كم وجع الآن في هذا اليوم الأول للعيد المبارك في بيوت الأسيرات والأسرى كيف لهؤلاء أن يتغلبوا على كل هذا الوجع وأن يصنعوا أملا وهم مؤمنون بحقهم في هذه البلاد بحقهم في الحرية والعدالة
ولولا ذلك لما صمدوا وما صبروا. هذه هي الحالات الفلسطينية المشرفة، هذه هي الأسر الفلسطينية المشرفة، هذه هي النماذج النضالية التي نعتز ونفتخر بها. مرة أخرى لكنا ألف سلام أيتها الماجدات، ولأبنائكم وبناتكم الأسرى داخل سجون الاحتلال. لذلك نحن معكم اليوم، أنتم ضميرنا وأنتم من ينبض به هذا الضمير أملا وحيا. لذلك قدمنا لكم هذه الموجة، ونحن نعلم أنها قليلة على أمثالكم في هذا اليوم، فقد قدمتم من أجلنا الكثير الكثير، وتستحقون أكثر من ذلك بكثير. كل التحية لكل ماجدة فلسطينية. يلا يا نايا طير يا حر بالعالي، سلم مع أمي كتير طمنها عحالي. يلا يا نايا طير يا حر بالعالي، سلم مع أمي كتير طمنها عحالي. منها ماشي الحال عايش مع أصحابه، والسجن مهما طال ما يسكر بوابه. طمنها ماشي الحال عايش مع أصحابه. مع واحدة من ماجداتنا الفلسطينيات اللواتي صبرنا وما زلن، ويشكلن نموذجا مشرفا لفلسطين وللمرأة الفلسطينية وللزوجة الفلسطينية المكافحة، معنا السيدة عبلة سعدات زوجة الأسير القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أم غسان كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، وكل فلسطين وشعب فلسطين بألف خير يا رب. يعني هذه بطاقة معايدة من شبكة وطن الإعلامية في هذه الموجة المفتوحة التي حملت اسم وطن وحرية، في هدية متواضعة لأسرانا ولعوائل أسرانا، لزوجات الأسرى أمثالك أختي أم غسان، وأنت مثال مشرف. اليوم مختلف تماما، عيد جديد وحكاية جديدة، وإن كانت نفس الحكاية ونفس الوجع أختي أم غسان. بداية بحب أوجه تحياتي لكل أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال فردا فردا، وطبعا يعني عيدنا كشعب فلسطيني وكأهالي أسرى هو يوم حريتنا ويوم حرية أسرانا. لا يمكن أن تكتمل الفرحة أو يكون في هناك فرحة لا بعيد ولا بأي مناسبة وهي منقوصة، وهم يعني أحبابنا غايبين عن مناسباتنا وعن حياتنا. وطبعا يعني كل أهالي الأسرى نفس المشاعر ونفس الأحاسيس، بتضل في غصة في القلب. يعني إحنا الآن 21 سنة أبو غسان ما شاركنا ولا بأي مناسبة، سواء عيد أو تخرج أو زواج لأولادنا أو يعني حتى ولادة أحفادنا. يعني كثير من المناسبات اللي بتمر وبتقول انت يا ريت يكون لو كان معنا، واكيد الاعياد كمان هي الايام اللي احنا بنفتقد احبائنا وبنفتقد العزيزين على قلوبنا في هاي المناسبات. يعني مش سهله المرة، مش سهلة. رغم ذلك أم غسان يعني بيكونوا الأهالي والزوجات حاضرات دائما في الحالة الوطنية والنضالية، حاضرات في كل المحافل للدفاع عن قضية الأسرة وحتى الأسير اللي بيعيش الوجع. أبو غسان واحد من القادة المتابعين أولا بأول، وأكيد كمان أبرق شيء لشعبه الفلسطيني في هذه المناسبة. أم غسان شو اللي بيقوله أبو غسان عبر شبكة وطن يعني الإعلامية؟ يعني دائما أول شيء يعني بهدي كل السلامات وتحياته لأبناء شعبنا الفلسطيني سواء في الداخل أو في الخارج، لأمهات الأسرى والشهداء، لعوائل الأسرى والشهداء أيضا. وطبعا
طبعا في هاي المرحلة الصعبة اللي بمر فيها شعبنا من تصفيات وهزمة عقبية وهزمة استيطار ومخابرات، ولكن الصمود اللي شعبنا بيقدمه في هاي نحيي كل أبنائنا في القدس وفي 48 وفي الضفة الغربية لوقفتهم ومساندتهم ضد هاي الهزمة الشرسة من العدو الصهيوني. طبعا أبو غسان دائما وابدا بيقول إنه يعني طريقنا للتحرير هو وحدتنا، ويجب علينا كشعب فلسطيني إنه نتوحد. ما يعني لا يمكن يكون في هناك تحرر وانتصار إلا بوحدة شعبنا جميعا. وطبعا احنا ايضا نهدي تحياتنا لكل اسرانا ولكل اسيراتنا في سجون الاحتلال، وبنجدد العهد معهم، عهد الوفاء وعهد الالتزام بقضيتهم وقضيتهم العادلة. وطبعا هي قضيتنا ايضا احنا كأهالي اسرى، لا يعني ننفصل عن قضية الاسرى وعن أسرانا في سجون الاحتلال، لأنه اللي بنعاني منه هم من بيعانوا منه، واللي بيصبر الإنسان إحنا كأهالي أسرى وقوف أبناء شعبنا جنبنا، يعني ثقة الناس فينا، احترام الناس إلنا، يعني هذا راضية أم غسان مش بس كزوجة أسير مناضل، كمناضلة وحاضرة في الميدان راضية عن حالة الالتفاف الوطني حول هاي القضية؟ يعني الحقيقة المرحلة الأخيرة لا، هاي الحالية والمرحلة الأخيرة يعني بتحس إنه في تهميس لقضية الأسرة سواء على الجانب الرسمي ولا الشعبي، أو الناس إنها يعني تعبت من كثر القضايا اللي يعني يوميا في هناك استباك مع الاستيطان ومع. طب هينا بنعدلهم في سنوات أم غسان، وصلوا الأربعين وما تعبوش يعني هذا يعني هو فخر إلهم، ولكن مش فخر لا للشعب الفلسطيني ولا للحكومة الفلسطينية، ولا يعني إنه أبنائنا يقعدوا في السجن 40 سنة. هذا إشي معيب، معيب علينا كلنا كشعب وك يعني كقادة كفصائل كسلطة، يعني هذا معيب إنه نبقي أسرانا في سجون الاحتلال 40 سنة، زي نائل البرغوثي، زي وليد دقة، زي كل أسرانا، كريم يونس اللي بنوجه لهم كل التحيات، قياداتنا اللي موجودة سواء أبو غسان مروان، يعني هاي دخل مروان وأبو غسان دخلوا بال21. صحيح، يعني لما تقول 21 سنة يعني مولود بنولد بصير شاب متخرج من الجامعة في خلال هاي المرحلة، فهذا يعني أيام وسنين هاي تنقضي من حياتهم، من حياة أبنائهم، من حياة أسرهم، عوائلهم، المعاناة اللي بيعانوها، الضغط اللي يعني بيلاقوه في داخل السجون أو في الحياة بشكل عام، هذا يعني إشي لا يقاس، لا يقاس بثمن. أو يعني وهاي التضحية منهم يجب أن يعني الشعب الفلسطيني يحمل هاي التضحية ويعني ينقلها للخارج. يعني أنا أختم غسان يعني بشوف العكس بيصير، إنه الدور اللي احنا لازم نقوم فيه، الأسرة بيقوموا بدورهم الصامد الصمود اول داخل السجون، وبيقوموا بدور ثاني الدور الوطني والنضالي والمواجهه اللي لازم يقوم فيها شعبهم، هم بيقوموا حتى في هذا الدور وهم داخل السجون. صحيح هذا الاولى يعني بنا انه احنا يكون في عندنا حاله وطنيه نضاليه يعني متينه، هي من تتبنى وتقاتل من اجل قضيه الأسرة. للاسف يعني هاي ضعيفه جدا، ودائما هم الأسرى هم نبراسنا، يعني سواء في القضايا الوطنية أو في قضايا الأسرى هم اللي يعني بيقرروا، هم اللي بنيروا الطريق للشعب الفلسطيني، هم اللي يعني بتوحدوا وحدتهم وتنصرهم على العدو الصهيوني وبتسجل مواقف يعني في سجل القضية الفلسطينية، مواقف هي اللي بتكون البوصلة لحياتنا ولقضيتنا بشكل عام. عشان هيك احنا بخير، عشان فينا مثل هاي القامات أكيد الوطنية أكيد والمشرفة. شو بتقولي للحركة الأسيرة
وللقائد أبو غسان في هذا اليوم المبارك؟ يعني أنا بقول لهم إنه كل سنهم بسلمين، ولما حتى ناس بتسلم إن شاء الله السنة الجاية بيكونوا معنا، بقول هذا الحكي بده كفاح وبده نضال وبده ضغط وبده وحدة وبده تحرك من على كافة الأصعدة حتى نحقق هاي الكلمة البسيطة اللي نقول إن شاء الله يكونوا بناتنا. طبعا الأمل دائما موجود، لولا الأمل كان الواحد ما قدرش يكمل في حياته وفي الصعوبات اللي بيواجهها، ولكن إحنا دائما نتأمل في مقاومتنا وفي مناضلينا وفي القيادة الحقيقية للشعب الفلسطيني في الأسرة، مجابهتهم لهذا الاحتلال وهذا العدو المتغطرس اللي هو بصر دائما انه بده يقتلعنا، ولكن لا يمكن هذا انه يصير او يتحقق، لانه حتى اسبابنا حتى اطفالنا حتى مواليدنا بتخرج للعالم باستمرارية لهذا النضال ولهذا الإصرار اللي هو حركتنا الأسيرة وقياداتنا الثورية علمتنا إياه، واستمدناه من أسرانا ومن قياداتنا الثورية. وإحنا كلنا أمل أم غسان أنه نستقبل أبو غسان ونستقبل كل هاي الهامات النضالية المشرفة أحرار بإذن الله. كل عام وأنت بخير أم غسان، كل عام وأنت بخير أبو غسان، وكل أسرانا كل الشكر لوجودك معنا. عبلة سعدات زوجة الأسير القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كل التحية والتقدير. قلت العيد لأصحابه شو ينفع العيد للي مفارق أحبابه، آيا يابا قالوا إجا العيد، قلت العيد لأصحابه. عشية العيد حاصروا منزله بعشرات الجنود والمركبات والبنادق، اقتحموا البيت، اقتحموا غرفة النوم، انتزعوه من حلمه. إنه الطفل الفلسطيني، هذا الجيش المجرم الذي يعتقل طفلا ويزج به في غياهب السجون، يتعرض لأصناف التنكيل والابتزاز والاعتداء لحظة الاعتقال وفي مراكز التوقيف وفي هذه المحاكم التي تقبل على أنفسها أن تحاكم طفلا حكما جائرا. إنها الطفولة الفلسطينية المعذبة التي يجب أن تكون في هذا اليوم في أحضان عائلاتها تحيا فرحة العيد، حتى الفرحة التي يطفيها الأطفال على العيد المنقوص نحرم منها باعتقال أطفالنا. هناك في السجون مئات الأطفال زج بهم في غياهب الظلام وإعدام الطفولة التي تقتل هذه الطفولة مبكرا. لا يريدون لأطفالنا أن يحيوا كما أطفال العالم. وجع كبير الآن في أقسام المعتقلين الأطفال، حيث يتواجد العشرات منهم في ظروف صعبة لا تختلف كثيرا عن ظروف الأسرى الكبار. ما الذي يحدث هناك؟ يحدث الكثير الكثير. عن قسم المعتقلين الأطفال وعما يحدث هناك ومن يوجد هناك نتحدث مع الأسير الطفل المحرر أثال العزة. أثال كل عام وانت بخير. انت بالخير يا رب. كمان مرة أنا مبسوط أنه إحنا بنحكي معك وانت حر يا أثال. وأنا أكثر. يعني كان ممكن أنه في هاي اللحظات ما تكون بين أهلك في العيد، بس انت اليوم موجود، بس في أطفال وأشبال ما زالوا موجودين في السجن ما عيدوا مع أهليهم اليوم. مين هم الموجودين هناك؟ أنت زرتهم أكم من يوم قبل ما تتحرر لما اعتقلوك
فأنت بتعرف كيف المشهد والصورة. احكي لنا عن قسم المعتقلين الأشبال الأطفال في عوفر. الشباب الغادي يعني أنا كنت لهم أخي صغير، كلهم أخوتي وأصحابي، ويعني أنا وياهم كنا يعني تحكي زي عيلة. غادي يعني كل واحد ما طلعش فيه بقلبه حزن، لأنه مش قاعد مع أهله، مش معايد مع أهله. واللي روح يعني بتشوف كيف روحوا مبسوطين يعني لدرجة مش طبيعية، بس لأنه راح يعايدوا مع أهليهم، والباقي كله حزين، كلهم زعلانين. بس برضه يعني بده يحاول يضل مخلي معنوياته عالية، لأنه كله بالآخر فدى الوطن. فكرة كيف حاسين اليوم أصدقائك اللي تركتهم هناك؟ يعني أنت شفت كيف ظرف السجن واليوم أنت موجود في العيد، كديش الفرق كبير ما بين أنه الشاب أو الطفل بعمرك يكون في السجن أو يكون عند أهله؟ شو بفرق بينك وبين الشباب هناك اليوم؟ صح أنا كنت أصغر واحد، بس بالنهاية نفس الإشي، يعني هم بيني وبينهم كان سنتين أو ثلاث، بس إنه كل واحد هو بعيد عن أهله نفس الشعور، الكل كان زعلان. يعني حتى لو أنا أصغر منهم برضو كانوا هم زعلانين. هاي أنا كمان ما كنتش متوقع إنه عايد بين أهلي، أنا كنت متوقع أكون جوا، كنت حزين عشان إنه خلص راح أعيش العيد جوا. يوم حكوا لي إنه مروح أنا كيفت عشان إنه راح أعيد مع أهلي ومع أخوتي وأصحابي. فكرك شو بعملوا هناك اليوم؟ ممكن عشان إنه يخففوا عن حالهم، بيطلعوا بعيدوا على بعض، ممكن يقعدوا يحكوا، مش عارف. أنا ما جربتش العيد معهم لأنه أكيد صعب يا أثال، صحيح؟ طبعا. وأنت يعني اتمنيت إنه تكون موجود مع أهلك في العيد، هيك أنت موجود. احنا بنتمنى لباقي الشباب يكونوا موجودين مع اهلهم في هذا اليوم. قديش قيمة الاهل؟ قديش الواحد حلو انه يكون مع اهله اليوم؟ يعني اللي دخل السجن شو اسمه بحس الشعور. انا عشان كنت مفكر حالي راح اعيد جوا، يعني جد كنت زعلان لدرجة مش طبيعية. الواحد بكون حزين، الواحد بكون نفسه يطلع يعيد مع أهله عشان يطلع يشوف أصحابه، يعيد على ستو على قرايبه. يعني شعور في السجن جد صعب قاسي. يعني الحمد لله أنك موجود، بس لا سمح الله لو أنك عيدت هناك، كان كيف شعورك في هاي اللحظات؟ بكون يعني جد حزين لدرجة مش طبيعية. وهذا اللي بيحسوه كل المعتقلين الأطفال اليوم داخل السجون، مفروض يكونوا مع أهليهم. أثال، أنت تعرضت وحكينا في هذا الموضوع، أنت تعرضت لأكثر من مرحلة تنكيل واعتداء. بحب اليوم إحنا في هاي الموجة المفتوحة وبنحكي عن الأسرى في يوم العيد، قديش هم مجرمين في التعامل مع المعتقلين حتى إذا كانوا بعمرك صغار؟ هم بيحكوا انه عندهم حقوق انسانية للاطفال، فيش عندهم لا حقوق للاطفال ولا اشي. حتى يعني يمكن بتعاملوا مع الاطفال بقسوة اكثر اصلا. يعني شو متوقع انت من طفل صغير تبعده عن اهله؟ يعني كمناسبة العيد ورمضان ما يفطرش ولا يوم مع اهله، ما يعايدش مع اهله، شو متوقع منه يسوي؟ وكل يوم بتعرض يعني كل يوم محاكم، تحقيق، ضرب، إهانات. يعني بالنهاية طفل قد ما يكون عمره، أو نحكي كمان إنسان، فيش عندهم لا حقوق إنسانية ولا حقوق للأطفال. يعني بيعملونا يعني بدلاً سمعين بيعملونا زي كنا مش إنسان. هذا الاحتلال المجرب. طيب أثال، شو أول إشي سويته اليوم في العيد؟ صحيت سلمت على أهلي وعلى إخوتي، وبلشت أعيد على أصحابي على التلفونات. طيب أنت عيدت على أصحابك اللي معهم تلفونات اليوم، طيب أصحابك اللي معهمش تلفونات، اللي تعرفت عليهم وتركتهم في عوفر وهم كلهم بيسمعونا في قسم 13 في عوفر الأشبال والمسؤولين عنهم وكل أسرانا الأبطال في سجن عوفر قلعة الشهيد زياد حامد، هذه القلعة المناضلة التي نعتز بتجربتها النضالية
وتجربتها المشرفة، بدي تحكي معهم وتوجه لهم سلاماتك للشباب المسؤولين والأشبال عشان اليوم العيد، وهم أكيد يعني مبسوطين فيك ومبسوطين أنهم بسمعوك. يلا احكي معهم. أول شيء كل عام وانتم بخير، وأنا جد بصراحة كان نفسي أنه أحاول أنه أعيد عليكم وأصلكم رسالة، بس ما كنتش عارف كيف. بس أحب أحكي لكم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله الفرج القريب، والسجن بسترش أحدا، وحسيت لابد لليلي أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر، وبكرة تشرق شمس الحرية. يعني لابد إنها تشرق شمس الحرية زي ما أشرقت شمسك يا أثال، أنت شمسنا المشرقة اللي يا رب ظلك مشرق وتعيش حياتك كيف بتحب وتعيش مستقبلك كيف بتحب. كل عام وأنت بخير حبيبي أثال، مبسوط فيك وإحنا مبسوطين فيكم معتقلين الأطفال. كل عام وأنتوا بخير، إن شاء الله يا أشبالنا قريبا بتكونوا عند أهليكم بتتخلصوا من السجن ومن السجان. شكرا أثال حبيبي، كل عام وأنت بخير. حبت عيني جوا الزنزان سماتك يا امي تناديني يا مهجة فؤادي يما، هي حبت عيني قالولي انك عطشان بردان يما وجوعان، قالولي انك عطشان بردان يما وجوعان، قالوا عن صبر ايوب زي الفلسطيني زي الفلسطيني. تخيلوا 100 طفل تحاصرهم ساحة ضيقة بجدران شاهقة مسقوفة بعدة طبقات من القضبان والأسلاك الشائكة، غرف كما الزنازين يتكدس بها الأطفال في يوم العيد، هؤلاء الأطفال الذين لا تكاد تسعهم الدنيا في يوم العيد، لا يكادون يريدون النوم حتى يستيقظوا باكرا لينعموا بالعيد ولعبة العيد ولبسة العيد والعيدية والأهل والأحبة. اليوم بتتسكر عليهم الأبواب الساعة 6 مساء وبيفتحوا لهم في يوم العيد، بيلاقوا حالهم في ساحة السجن، بيلاقوا حالهم في غرفة السجن، بيلاقوا حالهم محاصرين بالجدران والقضبان. بعرف أنا أنه بحاولوا يصنعوا لأنفسهم حالة من قريبة من العيد. الإخوة المسئلين المشرفين على المعتقلين الأطفال يحاولون توفير أجواء شبيهة بأجواء العيد، لكن أي أجواء تشبه تلك الأجواء التي يحب أن يعيشها الطفل خارج السجن؟ لا يحدث ذلك للأسف. اليوم أطفال المعتقل في الدمون أيضا وفي عوفر وفي مجد يعيشون هذا الظرف القاسي، هذه الأجواء الخالية من الفرح رغم أنها أجواء عيد وفرح. أي مجرم أنت أيها المحتل أيها السجان؟ وضع على فمه السلاسل، ربط يديه في صخرة الموتى، وقالوا أنت قاتل، أخذ طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى، وقالوا أنت سارق، طردوه من كل المال. الموجة مستمرة، وطن وحرية عبر شبكة وطن الإعلامية وعلى الموجة 99.2 FM. كل عام وأسرانا نبراس العزة والكرامة، لمسة وفاء، معايدة بطريقة وطن على الأسرى الذين يسكنون كل تفاصيل هذا الوطن. ننتظركم بشغف، ننتظركم أحرار، وأنتم من تصنعون هذه الحرية. من جديد نحييكم في عوفر والنقب ومجد ونفحة وريمون، في شطة وجلبوع، في عسقلانة وهدريم، فيما يسمى عيادة مشفى الرملة حيث يقبع الأسرى المرضى لمن نقل منهم إلى المشافي الخارجية. ناصر أبو حميد الذي وصل خبرا عن ترد طرأ على حاله الصحي المتردي أصلا، توجهت والدته في صباح هذا اليوم إلى ضريح الشهيد ياسر عرفات لتشكو له ما الذي يحدث مع ابنها في ظل
هذا الصمت المطبق على هذا المجتمع الدولي وعلى كل من يقصر في الإفراج عن ناصر أبو حميد وعن كل الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة الإعدام الطبي والقتل البطيء، هذه الجرائم التي ترتكب بحق أسرانا في العيد. نرى هذه المجازر بدل أن نرى أسرانا أحرارا ينعمون بالصحة والسلامة والحرية بين عوائلهم في وطن حر. الأسير القائد نائل البرغوثي، 82 عيد على الأسير نائل البرغوثي في سجون الاحتلال، حرم خلالها أن يكون بين عائلته وأصدقائه ورفاق دربه. مرت أجيال وأجيال وهو في الأسر، فقد والديه وشقيقه والعديد من أقربائه، وما يزال خلف الأسر. الحرية للأسير نائل البرغوثي ولرفاقه الأسرى. وانا ابو علبي وانا خليلي بدال بلادي درب دليلي، ما طيق العيش عيش الذليلي، ما هذا الرادة ولا الصحيونة. اسمك بتباها ما بين جيالي ورجال البلد فيك تباها. ولكي لا ننسى، لنبقى على تواصل مع الحقيقة مع الذاكرة، يواصل الاحتلال حرمان ما يزيد عن 4500 أسير من ذويهم، من بينهم 32 أسير بينهم أمهات، و160 طفل بينهم طفلة أيضا، منهم 25 أسير تعتقلهم سلطات الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس. كي لا ننسى 550 أسير يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، وأعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم 67 مؤبد. كي لا ننسى أكثر من 600 أسير ممن تم تشخيصهم، من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، بينهم 22 أسير مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة. كي لا ننسى 8 شهداء ارتقوا في سجون الاحتلال، يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، وهم أنيس دولا الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات، وفارس بارود، ونصار تقاطقة، وبسام السايح، وأربعتهم استشهدوا خلال عام 2019، وسعد الغرابلي وكمال أبو وعر، وآخرهم سامي العمور. لأرواحكم المجد يا شهداء المجد. زاني هي هي يا سجاني هي يا عتم الزنزاني، عتمك رايح ظلمك رايح، نسمة بكرة ما بتنساني، هاي هاي يا سجاني، هاي هاي يا سجاني، هاي يا عدن الزن.
سجاني يا عم الزنزاني عتمك رايح ظلمك رايح عتمك رايح ظلمك رايح. لابد أن تتبدد هذه الظلمة وأن تشرق شمس الحرية التي أشرقت على العديد من الأسرى ممن واجهوا السجن وخرجوا منه أحرارا منتصرين. هذا وعد الحق، هذا وعد الله، هذا وعد الأحرار، هذا وعد الصامدين الصابرين على الجراح المؤمنين بحقهم في الحرية والعدالة والخلاص من الاحتلال. نعم هذا عهدنا بأسرانا، لا بد أن تتحقق الحرية. يا رنين القيد زدني نغمة توجي فؤادي، يا رنين القيد زدني نغمة توجي فؤادي، إن في صوتك معنى للأسى لا نخشى الظلام. أسرانا لا يخشون الظلام، أسرانا يصنعون شمسا وحرية. وعن المعتقلين الأطفال نتابع وإياكم مشاهدين مستمعين هذا الفيديو الذي أعده وطن في وقت سابق يتحدث عن أطفالنا المعتقلين، نتابعه وإياكم. اسمي سارة منتصر بنت الأسير البطل منتصر الشلبي، ابن الأسير إسلام حامد البطل، بشار محمد زيتون. أنا فاطمة بنت الأسير ربيع عمري 6 سنين. قبل أسبوع رحت أزور أبوي ويعني رجعوني، بس يعني طلعت الصبح تعبتني، يعني من الفجر للساعة 8 توصلنا نعلين، وبعدين كل هالمشوار رجعوني. قبل بالباص دخلنا أنفاق ودخلنا جسور، قعدت 3 ساعات بالباص. أنا يوم الاثنين زعلت لأنه كان في أزاز وأنا بحب ألمس بابا. لا أنا لما أروح عنده بصير أحكي له عن الأشياء، أحكي له عن الرياضات اللي أنا بلعبها، بس بحكي له السلام عليكم بابا، بسلم عليه وبكل أشيائي، بكل عن ماما وبكل الأشياء اللي بتصير معنا. نفسنا أبوي يطلع من السجن ونصير يعني نطلع مع بعض مثل ما بكينا دايما نطلع ونروح رام الله، والله يفتش أسره. غبت عني سنة وأنا حاسس إن هذه السنة أزود من سنة في كثير، يعني هلكي أنت انسجنت وأنا عمري 9 سنين، هلكي صرت 10 سنين، وحاسس إن هذول صار 100 سنة بدل السنة. أنا عمري 9 سنين، لما أبوي يطلع بيصير عمري 24. يلا تطلع أنت والأسرة جميعا إن شاء الله، إن شاء الله نكون مع بعض وتطلع جميعكم. عمري 6 سنين بس يطلع أبوي مش عارف شو بده يبكي. عمري بابا محكم 16 سنة. وأنا كمان مشتاق لك كتير كتير وبحبك. أحلى إشي في العيد هو أبوي موجود، يعني يوم أبوي بكاش موجود في العيد اللي قبلها، يعني باكي كأنه فيش عيد. الله يفتش أسره. لرجالنا حد التحية.
بطريقتهم عايد الأطفال على آبائهم داخل السجون، هؤلاء الأطفال الذين يعيشون أعيادهم دون والدهم. الأمنية البسيطة، أمنية إنسانية وحلم بسيط، أن يعيد هذا الطفل إلى جانب والده. كم طفل يحرم اليوم أن يكون إلى جانب والده في العيد؟ هذا ناتج عن جريمة هذا المحتل الذي يعتقل هذا الشعب الفلسطيني ويفصل الأب عن ابنه والابن عن والديه. كل التحية لهؤلاء الأطفال، لأطفال الأسرى الذين يعيشون ظروفا استثنائية. تذكروهم اليوم في العيد، فهم يستحقون أن نكون إلى جانبهم. عوائل الأسرى هم أحق من نكون معهم اليوم. عدم علي السجن خيم ظلام ليلو، شفت بمنامي فجر ضوت جنادي. كان يوم العيد أحد الأيام المؤلمة في العزل الانفرادي، فأي عيد هذا الذي تقضيه في هذا القبر الصغير برفقة الفئران والجرذان والنمل والصراصير وراء باب مغلق؟ أي عيد هذا الذي أقضيه بعيدا عن الأهل وأسرتي وأصدقائي وأبناء شعبي؟ أي عيد هذا الذي أفتح فيه عيوني فجرا وأمام السجان والجدران والقضبان؟ وأي عيد هذا الذي تقضيه وحدك، تصلي فيه وحدك أو تأكل وحدك ولا تجد أحدا لتصافحه أو تطبع قبلة على وجنتيه؟ إنني أعيش هذا الحرمان والعذاب حتى أصنع عيدا أكبر من كل الأعياد، عيدا للحرية والاستقلال، حيث يفرح كل الشعب ويبتسم الوطن. إنه مروان البرغوثي. لمروان البرغوثي ألف سلام في يوم العيد. لزوجة مروان البرغوثي كل التحية في العيد. هي معنا المحامية فدوى البرغوثي، زوجة الأسير القائد المناضل مروان البرغوثي أبو القسام، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. أم القسام كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بألف خير أخي عبد، كل عام وأنتم بألف خير في وطن، كل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير، كل عام وأهالي الشهداء وعوائلهم وأهالي الأسرى وعوائلهم وأسرانا بألف خير. كل عام إن شاء الله إحنا لا نريد أن نقول العام القادم وهم معنا، نقول إنه في كل لحظة يجب أن نعمل من أجل أن يكونوا معنا، لأن السنوات الطويلة التي يقضوها في داخل السجون أسرانا وأسيراتنا هي عبء وثقل ويعني تحسب علينا كثيرا. سامحيني أم القسام على الكلمات اللي كتبها أبو القسام، بس يعني صح، هي بتعبر عن وجع الأسير اللي بعيش العيد هو في العزل الانفرادي. لكن أبو القسام زي ما عودنا دائما، يعني هو بيقول أنا بعيش هذا الحرمان حتى أصنع عيدا أكبر من كل الأعياد، عيد الحرية. هذا هو مروان البرغوثي القائد العظيم، الذي لم يستطع السجان ولا العزل الانفرادي ولا كل محاولات الضغط على مروان البرغوثي من ثنيه أن يكون حاضر نضاليا وضميريا وفكريا، حاضر في كل تفصيلاتنا. اليوم هو حاضر بيننا بالعيد هو وكل الأسرى. قبل ما نحكي شوية عن القضايا الإنسانية، لابد من كلمة وجهها القائد مروان البرغوثي لجماهير شعبه في عيد الفطر المبارك. يعني أول شيء في هذا العيد وفي كل عيد أبو القسام يؤكد على إنه هذا العذاب وهذا الـ يعني الأصناف العذاب اللي يذوقها هي من أجل الشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يستحق هذه التضحية ويستحق أكثر منها لأنه شعب عظيم. ولكن أكيد أبو القسام يرى أنه هذا الشعب العظيم يجب عليه أن ينفض كل غبار الانقسام عنه، ينفض كل غبار اليأس عنه، ينفض كل غبار التيئيس عنه. يعني هو مؤمن إيمان مطلق بحتمية النصر، مؤمن إيمان مطلق بالشعب الفلسطيني أنه شعب
يعني مهما حاولت كل قوى الأرض وكل قوى الكون إنها تعمل لديه إحباط أو يأس، كل يوم يثبت بأنه وخاصة ما حصل في المسجد الأقصى، ما يحصل في القدس وما يحصل في جنين وما يحصل في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة وغزة والقدس وفي أهلنا في 48 وشعبنا الفلسطيني في الشتاء، حينما يعني يتابع كل هذه الأنشطة ل 15 مليون فلسطيني، أبو القسام يقتنع أنه هو على حق وأنه هذا الشعب شعب عظيم، وبإذن الله سينفض غبار كل ما علق فيه وما راهن البعض عليه أن يعني يؤثر على هذا الشعب، راح يلفظه كله وراح يستمر في مسيرته وفي نضاله وفي كفاحه حتى الحرية والعودة والاستقلال لشعبنا الفلسطيني. إذا سمحت لي أخي عبدنا في هذا اليوم، إذا في هذا اليوم يعني يوم أكيد رغم إنه يوم الشعب الفلسطيني كله يعني بيكون قلبه على بعض وبيكونوا في حالة إنسانية وحالة يعني أعياد في النهاية، إلا إنه أكيد يوم عائلي، يعني كل عائلة غاب عنها أحد أفرادها، سواء شهيد أسير سواء يعني توفي، أكيد هذه العائلات هي كل عائلة منها بتعيش هذا الألم بطريقتها، ولكن أنا بدي أقول مع هذا الألم ومع هذا البعد والاشتياق وكله، إلا أني أسجل اعتزازي وفخري بصمود أبو القسام، وأسجل اعتزازي وفخري بأنه 20 عام اللي مضت يعني لم يهن ولم تصغر أكتافه، وأنه الزنزاني هو حاول كل الوقت أنه يصنع منها مكان للنضال وليس مكان للاستسلام. فإحنا أكيد إحنا وكل أبناء شعبنا الفلسطيني فخورين فيه وفي صموده وفي ثباته، متأكدين إنه هذا كلياته رح يكون خارطة طريق انتصار لشعبنا الفلسطيني بإذن الله. وإحنا على ثقة أم القسام في هذا الأمر، مؤمنين تماما بأبو القسام ونهج أبو القسام. يعني هو دخل عام 21 وعنده 7 سنوات قبلها وسنوات مطاردة وإبعاد. أم القسام بيت مروان البرغوثي لم يشهد الكثير من الأعياد الجماعية، كبروا الشباب بعيدا، ما عاشوا العيد مع الوالد، ظروف وحكاية مختلفة لا تحدث إلا في بيوت الأسرة. يعني أنتوا بيتكم واحد من النماذج اللي بيشهد الكثير من التغيرات اللي طرأت في طول كل هاي السنوات. نعم يعني أخي عبد، أولا إذا بدنا نسأل عن أبو القسام، أنت عايشته 3 سنوات متتالية، يعني معناته 6 أعياد كنتوا مع بعض، ولذلك ما أقوله هو لا يعني ليس كما تقول أنت في هذا الموضوع. فأبو القسام في الأعياد والألم والاشتياق وكله أكيد أنت أخي عبد تعرفه، شعبنا الفلسطيني كله بيعرف هذا الألم. يعني لما تتحدث عن 20 عام تقول بأنه 40 عيد، يعني في السنة في عيدين الفطر والأضحى، 40 عيد يعني لم يستطع أن يكون له مع عائلته ولا. والألم الأكبر أنه يعني أكيد أبو القسام بظل في راسه أنه الأطفال الأولاد لسه أطفال، يعني ما كبروش، بيتفاجئ يعني كل مرة في صدمة إنه يشوفهم كبار، إنه يشوف أولادهم، إنه يشوف إنه حياتهم يعني أصبحوا يعني قسام اقترب عمره من عمره والقسام لما انسجن يعني. ولذلك لا مش سهلة وصعبة جدا، مؤلمة جدا، ولكن إحنا دائما عودنا حالنا، عهدنا نفسنا وعهدنا شعبنا إنه دائما ألمنا جزء من ألم الشعب الفلسطيني، دائما حسرتنا هي جزء من حسرة عائلات الأسرة، ما نعانيه هو جزء من ما يعاني أبناء شعبنا، ما صمودنا هو جزء من صمود عائلات الأسرة وعائلات الشهداء. ولذلك هذا الشيء اللي بخفف عنا، يعني أنا متأكدة أي عائلة بدها تنظر ل مصيبتها أو ألامها لوحدها صعب أنها تتحملها، صعب الاحتمال. يعني 20 سنة فيهن الأولاد بمشاكلهم بألمهم بخيباتهم بنجاحاتهم بفرحهم بحزنهم كله بعيد عنهم الأب، هذا إشي
مش سهل على أي امرأة إنها تتحمله. نظرنا لهذا الموضوع بشكل شخصي هي صعب ولا يمكن التحمل، ويمكن لو الإنسان حديد مش ممكن إنه يحتمل قسوة هذه السنين. ولكن عندما نضع نضالنا جزء من نضال شعبنا، معاناتنا جزء من معاناة شعبنا، صمودنا جزء من صمود عائلات الأسرى، أكيد هذا بخفف عنا. وإحنا اخترنا هذا الطريق من الأول إن نكون إحنا جزء من شعبنا، نعاني مثل ما يعاني، نأكل مثل ما يأكل، نشرب مثل ما يشرب. طب أم القسام، يعني حتى ما يكون الموضوع موسمي ومجرد معايدات وتذكر الأسرى في يوم العيد، شو اللي ممكن إنه يعني يلبي نداء ومطالب وأمنيات الأسرى وأهالي الأسرى اليوم؟ شو الموقف الوطني والفعل الوطني الحقيقي اللي إذا سمعته زوجة أسير وسمعوا أسير وأم أسير وابن أسير بشعر برضا إنه فعلا في حالة وفاء والتفاف على هذه القضية؟ نعم أخي عبد، أنا بدي أحكي في موضوعين، موضوع يعني ومهم إن نلتفت إلهم بعد هالسنوات الطويلة اللي قضوها الأسرة. إحنا الشعب الفلسطيني تهنا شوي ما بين المطالب الإنسانية للأسرة وما بين نضالنا السياسي من أجل الأسرة. نعم. في نضال مطلبي، سواء إنه الأسرة ظروفهم صعبة، في انتهاك لحقوق الإنسان، بدهم فورة زيادة، بدهم كل هذا مبرر، ولكن أنا بتقديري كان يجب أن نوزع الأدوار ما بيننا وما بين السجون. الموضوع الإنساني المطلب يجب أن يكون مهمة الأسير في داخل السجون، وهو أعلم منا كيف يناضل وكيف يحصل على منجزاته وكيف يستطيع أن يواجه هذه الصعوبات اللي بواجهها يوميا. وما بين نضالنا إحنا كشعب فلسطيني، نضالنا السياسي اللي هو جزء منه نكمل مسيرة الأسرة والهدف اللي أسروا من أجله مشان يكونوا هم مرتاحين، إنه ما زالت رسالة النضال مستمرة. والموضوع الآخر إنه إحنا نناضل من أجل حريتهم، وهذا النضال لا يمكن أن يكون إلا بوضع خطة وطنية شاملة، خطة كل فئات شعبنا الفلسطيني تشارك فيها، يكون مؤتمر وطني ما بين للفصائل والقطاعات والفئات والمجتمع المدني، كلنا لنخرج بخطة وطنية شاملة كيف لهذه الخطة أن تحمي الأسرى في سجون الاحتلال أولا سياسيا، أن تحمي شرعية نضالنا الفلسطيني وحقنا في مقاومة الاحتلال ورفضنا أن يكون نضالنا إرهاب كما تدعي إسرائيل وكما يصدقها من حولنا والعالم. يعني للأسف هذا الموضوع أصبح بده يتسلل لا 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 فلسطين، إنه يعني الموضوع إرهاب ولا مش إرهاب، وهذا موضوع مرفوض جملة وتفصيلة، إلى أن نصل إلى خطتنا التي سنحرر أسرانا من خلالها. هذا موضوع يعني نادينا فيه من سنوات طويلة، وقلنا إذا لم يكن لدينا خطة وطنية شاملة، هذه الخطة تحمي النضال وتحمي الأسير وتحمي نضال الأسير وتحمي حقنا كشعب فلسطيني في المقاومة وتحقق حرية الأسرى. إذا لم نصل إلى هذا بصراحة سيبقى كل ما نقوم فيه، ومشكور كل من يقوم فيه يعني في ظل هذه المرحلة، سيبقى هذا كلياته ارتجال وموسمي ولا يحقق بصراحة ما يمكن أن نحقق إذا ما خططنا إنه لوين رايحين. بدنا نحمي نضالنا، بدنا نحمي الأسرة، وفي نفس الوقت بدنا نحرر الأسرة. أما أن يتوه الشعب الفلسطيني كله ومؤسسات الأسرة ومؤسسات في والله النضال من أجل تحسين الفورة ولا تحسين غيرها، أنا بتقديري هذا موضوع بنشيل عن ظهرنا كأنه إشي كبير، وبنتمسك في أشياء هي تحصيل حاصل الأسير في داخل السجون هو القادر على تغييرها. وراح يظلوا للأسرة والحركة الأسيرة هي آخر القلاع اللي لن تهدم، قلاع النضال والمواجهة المستمرة. هم بيقوموا بدورنا، أنا قبل شوي بقول لأم غسان يعني هم بيقوموا بدورهم وبدورنا، فهذا فخر إلنا. أم القسام، يعني بحب إنه في هذا اليوم إنه يكون في رسالة منك لأسرانا، ورسالة موجهة بشكل مباشر إلى القائد أبو القسام. يا
يعني اولا لاسرانا انا بدي احييهم سواء كانوا محكومين او موقوفين او اسيرات او اسرى او اطفال او مرضى او كبار سن قيادات من كل المناطق الجغرافية من كل مكان، كلهم بدنا نحييهم ونأكد لهم إنه صمودهم هو اللي بعززنا. يعني بصراحة يمكن البعض يعتقد إنه العكس، لا هو شخصيا حينما أذهب إلى السجن أذهب بمعنويات وأعود بمعنويات أفضل، عندما أذهب إلى أبو القسام أذهب بأفكار وأعود بأفكار أخرى، لأنه بصراحة هم ذهنهم صافي، عقلهم متفتح، إيديهم نظيفة، بعيدين عن الفساد، بيفكروا في بلدهم، بيفكروا في وطنهم. رسالتي لأبو القسام أنا بدي أقول له إنه يعني أولاً كل عام هو بخير، بدي أقول بعد 20 سنة وبعد 38 سنة أو 37 سنة من الزواج بدي أقول له يعني أنا ما زلت الحمد لله عند وعدي له، وعدته قبل 37 سنة أن فلسطين ليست له لوحده، وأنا أكون إلى جانبه وأنا أساند نضاله، وأنا الحمد لله بقيت على هذا العهد، صنت الأسرة وحميتها، والآن يعني نكمل المشوار مع الأحفاد، وهذا يعني أقل شيء ممكن أني أعمله لهذا لمناضل مثل أبو القسام وزوج وفي وحنون، ويعني كل فخر فيه. أكثر شيء ممكن أني أريح فيه أنه يعني حماية الأسرة وحماية البيت حماية الأحفاد، وكل عام وكل أسرانا وأسيراتنا إن شاء الله بألف خير، وكل عام وأنتم أخي عبد بألف خير وأبناء شعبنا بألف خير. كل التحية أم القسام، كل عام وأنت بألف خير، كل عام وأنت يعني صامدة وصابرة، ويا رب اللقاء بأبو القسام حر يكون قريب. أبو القسام يا حبيب، أبو القسام الذي يشبهنا يشبه كل مناضل حر وشريف حريص على هذا الوطن. نتمنى أن نحيا العيد الحقيقي بحريتك وحرية الأسرة. كل الشكر والتقدير لك المحامية فدوى البرغوثي زوجة الأسير القائد المناضل أبو القسام، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. الدنيا بصمودك ويقول الله أسير العدل بقيودك لديش كل معاك الله معاك الله معاك الله أوي لو كان القلب موجوع لو اشتد العطش والجوع. ونستمر معكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء في النصف الأخير لهذه الموجة المفتوحة وطن وحرية. كنا على عهد الوفاء والمحبة والتبريكات لأسرانا البواسل، كل عام وأسرانا نبراس للعز والكرامة. نستكمل معكم هذه الموجة، لكم كل التحية والمحبة أسرانا. Hey.
لهم من زنزانتي نحن على العهد لن تنكسر فينا إرادة الحرية. من جديد نرحب بكم مستمعينا مشاهدينا أسيراتنا أسرانا ونعايدكم في عيد الفطر المبارك ونستكمل وإياكم الموجة المفتوحة وطن وحرية في العيد مع أسرانا نبراس العزة والكرامة عبر شبكة وطن الإعلامية وكذلك على الموجة 99.2 FM لمسة ورسالة معايدة ووفاء لأهل الوفاء. والعدالة الدولية وأسرانا خلف الغضبان تنطر شمس الحرية هنأنا بالعيد أولا وأكمل في هذه الأيام العصيبة أحمل همكم أكثر من همي وأتوسل إلى الله أن يخفف همومكم ويهدئ خواطركم لأنني أعرف حجم الوجع الذي يعتصر قلوبكم. لساني يذكركم بالدعاء قبل أن أذكر نفسي فأنتم معيني الذي لا ينضب من الأمل. وضعي الصحي يتهالك يوميا والأطباء فيما يسمى مشفى الرمل يقولون لي بالحرف ستبقى عندنا حتى تفقد وعيك وعندما تفقد الوعي سنجري لك عملية إنعاش ثم ننقلك إلى مستشفى مدني. قال لي هذا الكلام مدير المستشفى وعدد من الأطباء وأنا شخصيا غير مستعجل لنقلي على ما مستشفى مدني. هذه المعركة أنا جندي فيها لا أملك فيزا للتنقل إلى المكان الأريح. الرؤية عندي مشوشة جدا لدرجة أنني أجلس منذ نصف ساعة أمام المحامي ولم أستطع أن أميز حتى هذه اللحظة أي شيء من ملامحه. كل شيء يتحرك أمامي تركيزي
والحمد لله لا زال موجودا. طلبت منهم منذ يومين المساعدة للذهاب إلى دورة المياه وحتى هذه اللحظة لم يأتوا. بالنسبة للتقيؤ توقف ولله الحمد منذ 6 أيام تقريبا، وهذا ما ساعدني على العودة إلى شرب الماء. ظروف صعبة يعيشها الأسير خليل العواودة. كانت هذه جانب من رسالة خليل التي أبرقها إلى شعبه الفلسطيني مهنئا، ووضع الشعب الفلسطيني في صورة وضعه الصحي الذي يعيشه، وقد وصل ليوم 61 يوم من الإضراب المتواصل عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. رجال ضعاف بيبقوا السجاير. عن خليل نتحدث عبر الخط الهاتفي مع السيدة دلال العواودة زوجة الأسير خليل العواودة المضرب. كل عام وانت بخير أخ دلال. انت بألف خير صحة وسلامة يا رب. يعني بكل وجع بيجي العيد عليكم، ووضع خليل صعب بخوض إضراب اليوم 61 يوم متواصلة من الإضراب. ربنا يثبته وربنا يقويكم ويكون معكم. بعرف عيدكم بيختلف اليوم، بس يعني أنا بقرأ في رسالة خليل وخليل متذكرنا قبل ما يتذكر حاله أختي دلال. نعم نعم صحيح. للي ما بيعرف خليل، خليل يعني دائما كان يعني يحمل هموم غيره قبل أن يحمل هم نفسه، وهذا يعني أكبر دليل رسالته اللي وصلتنا منه امبارح. يعني لما يحكي يعني أذكركم بالدعاء قبل أن أذكر نفسي، أعلم يعني أعرف أنكم تتوجعون وال يعني الألم يعتصر قلوبكم وقلقكم علي. يعني أنت لما تقرأ هذه الكلمات يعني تدرك كداش خليل يعني عنده كمية الإثار في انه يعني يفضل يعني الاخرين على نفسه، حتى يعني في اصعب مراحل الحياه وفي اصعب مراحل الوجع والالم، ومع ذلك ينسى همه والمه ووجعه ويتذكر الاخرين. يعني انت وانت تقرا في الرساله يعني كما انت قراتها بحرقه، يعني احنا امبارح ايضا قراناها بحرقه وغصه والم، يعني نتيجه لهذه الكلمات التي يعني لامست قلوبنا شعرت لها أبداننا. يعني لما يحكينا يعني لم يتم نقلي إلا بعد دخولي في غيبوبة. يعني ماذا ننتظر؟ هل ننتظر حتى يدخل خليل في غيبوبة؟ يعني فعلا يعني كمية الألم والحزن والغصة والحرقة اللي في قلوبنا، كل كلمات الحزن والألم يعني عاجزة للأمانة عن وصف هاي المرحلة الصعبة والحرجة اللي إحنا بنعيشها. يعني إحنا شاعرين بحجم الغصة وبحجم هذا الوجع. خليل أخذ القرار لأنه بواجه حكم جائر، ومش أول معركة لخليل. خليل يعني هو بقود في معركة في وجه الظلم والقهر، في وجه جريمة الإداري اللي آن الأوان أن تتوقف هذه الجريمة. خليل يعني اعتقل من بينكم أختي دلال دون وجه حق ودون تهمة ودون أي سبب، واليوم حتى بحرموه من العيد، وهم قديش يعني حرموه وحرموكم منه من دون سبب، مش المرة الأولى. قديش ظروف العائلة في هيك لحظات بتكون صعبة أختي دلال؟ يعني لو بدي أوصف يعني صعب الوصف، صعب الكلام. يعني عاجزين إحنا في هاي يعني اللحظات اللي هو يعني اسمه عيد الفطر السعيد. يعني إحنا بعد صيام شهر كامل، وبعد ما شطرنا الألم وبعد ما شطرنا الجوع والعطش لخليل، لكن إحنا كل يوم كان لنا موعد مع الإفطار كل مع أذان كل مغرب. لكن إحنا اليوم كنا نتمنى إنه عيد الفطر السعيد يكون عيدنا عيدين، وإنه نفطر سويا عيد فطر وعيد نصر لخليل. لكن اليوم إحنا يعني غيبت عنا هذه الفرحة. الألم يعتصر قلوبنا نتيجة لمواصلة خليل إضرابه عن الطعام وتعنت هذا الاحتلال في تلبية مطالب خليل العادلة والحقة. فهو لما يعني اعتقل يعني بغير حق وبدون تهمة وبدون محاكمة.
لما لجأ للإضراب لطعن الطعام هو لجأ إلى أنه السلاح الوحيد اللي ممكن من خلاله يعني يختصر سنوات الظلم والقهر والألم اللي راح تكون بدون يعني أي تهمة. خليل هذا مش يعني الاعتقال الأول، خليل هذا الاعتقال الخامس والثالث إداريا، غاب عن يعني عن في سجون الاحتلال مدة 12 عام، من ضمنها كان 6 سنوات في الاعتقال الإداري. فلما اعتقل خليل أو خاض الإضراب، نعم لما خاض الإضراب عن الطعام خاض من أجل اللي هو يعني اختصار سنوات الظلم واختصار سنوات الألم اللي رايحة يعني تكون موجودة مع خليل نتيجة لغيابه وإضرابه عن الطعام. أختي دلال، كيف يعني بتكون أجواء البيت بيت خليل اليوم؟ يعني أنتوا أصلاً الأجواء عندكم فيها وجع بنتيجة الإضراب، اليوم يوم عيد وأنتوا الوحيدين اللي، وكمان عائلة رائد ريان بنتمنى له العافية والنصر إن شاء الله، أكيد بيتكم مختلف تماماً. شعرتي أنه في حالة التفاف، في حالة سؤال، في حالة شعور أنه بيت السيدة دلال اليوم مختلف وبحاجة إلى مؤازرة؟ نعم يعني لا أخفيك أنه يعني مش أجواء فرح، مش أسوأ سعادة، لكن مع ذلك يعني الخير في أمتي إلى يوم الدين. كل أهل البلدة وكل الناس يعني الطيب أمثالكم يعني يتهاوى من أجل يعني مشاطرتنا هذا الألم وهذا الحزن وهذه يعني الحرقة على غياب خليل. يعني حتى هذه اللحظة يعني لم تخلو يعني بيت العائلة من أي شخص يعني جاء يعني ليطمئن على وضعنا، على وضع يعني حتى البنات، على وضع عمي وعمتي، نتيجة يعني خاصة بعد الرسالة اللي وصلت لخليل وكداش يعني وضع صحي يعني أصبح خطير للغاية يعني وهو يعني وضع صحي متهالك. لكن مع ذلك احنا بنحكي انه يعني ان شاء الله رح يكون عيدنا ان شاء الله قريبا بنصر خليل وتحقيق مطالبه وفك إضرابه ويعني انهاء اعتقاله الإداري. يعني وهذا نفس أمنياتنا أختي دلال، لو قدر لخليل يسمعنا في هذه اللحظات المباركة عيدي عليه وارفع من معنوياته، اللي هو بيرفع معنوياتنا أصلا حتى في ظل نعم. هذا الظرف الصعب يعني حدثي بكلام دائماً. من القلب نعم دائما يعني خليل هو يعني المعين الذي لا ينضب في الأمل والتفاؤل، ودائما يعني حتى أي محامي كان بزوره كان بدل ما يروح عشان يعطيه معنويات وينقله المعنويات والأمل والتفاؤل كان على العكس هو الذي يبث في نفس هذا المحامي أو في نفس هذا الزائر الأمل والتفاؤل. أنا من هون أوجه رسالتي لخليل، أول إشي كل عام وأنت حر، كل عام وأنت سالم وعافى، كل عام وكل عيد وأنت منتصر بإذن الله. عيدنا رح يكون عيدين إن شاء الله بنصرك قريبا، والفرج إن شاء الله يعني من عند رب العالمين. يعني كما سبق إخوانك الأسرى وانتصروا في هذه المعركة يقيننا وثقتنا بالله عز وجل، وأنت يعني من حفظة كتابه لن يخذلنا ولن يتركك وحدك، فبإذن الله رح تنتصر، شاء هذا المحتل أم أبى، فعزيمتك الحديدية وإرادتك الفولادية تأبى أن تتراجع بعدما خط هذه المعركة وأنت الجندي يعني فيها تقاتل يعني بكل ما أتيت من قوة. فأنت في رسالة يعني سابقة يعني كتب فيها نحن ننتصر بالضعف لا بالقوة، وفعلا أنت تنتصر يعني بضعف جسمك وجسدك المتهالك وأوجاعك وآلامك، لكن تنتصر بقوة إرادتك وعزيمتك ويعني طموحك وأملك وكرامتك يعني التي تغلبت عليها وبيها على هذا المحتل وهذا السجان. نصرنا إن شاء الله قريب قريب جدا بإذن الله. كل التحية لك أختي دلال، كلنا ثقة وإن شاء الله يعني ينعم عليكم الرحمن بالخير والفرح بانتصار وحرية خليل، وتكون أيامكم كلها خير. كل التحية لك، كل التحية لخليل عواودة المضرب عن الطعام، كل عام وأنت بخير.
إلى القابعين في زنازين الاحتلال، الأسود الرابضة في المنفى البعيد، في الغربة الموحشة تحت قعقعة القيود، في الغربة الحقيقية، غربة النفس والجسد، غربة الفكر والروح، غربة المشاعر والأحاسيس، في مكان الحقيقة الضائعة، في المكان المجهول، هناك وعلى التربة المأسورة التي يدعونها السجون، في المكان الذي تظهر الذكرى فيه وتتجلى قدسيتها وتصان وتغلف في كفاح الدم ومناديل الدموع وتدفن في أقدس مكان من هذه الأرواح. كثير من الوجع، كثير من الأمل، سلاح في وجه الظلم والقهر. هذا السلاح الذي يتسلح به أسرانا ويتسلح به عوائل الأسرى، يضرب الأسير فتعيش عائلته ذات الظروف الصعبة وهي تتابع لحظة بلحظة، يتعرض الأهل لمكروه فيعيش الأسير هذا الوجع، وجع الفراق، وهناك فراق طويل، عديد من الأسرى ودعوا فآباءهم وأمهاتهم إلى الأبد. أي وجع تعيشه الحركة الأسيرة في هذا اليوم. لذلك لكل من يستمع إلى هذه الموجة المفتوحة إلى شعبنا الوفي اليوم، نعم وجودكم إلى جانب الأسرى له أهمية كبرى، توافدكم إلى بيوت الأسرى اليوم له أهمية كبرى، إلى جانب الأسرى المرضى، إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام، هذا يشكل حالة من الدعم. هذه هي المعايدة الحقيقية التي يجب أن نقوم بها جميعا اليوم، أن نشعر الأسرى وعوائل الأسرى أننا معهم وأننا إلى جانبهم، وأن العيد الحقيقي لا يكون إلا معهم وبحريتهم. حيطان السجن يا سجان، وخنق خيوط الفجر سد ببان، للقمح طالع في الغيطان أنادي، على ألمي وعلى كلمتي ينكر ودبر لي والأمتي، انت اللي زايد والزمان دوار. يسعى السجان لتدمير كل ما هو جميل من نفسية الأسير، يسعى إلى عزله التام عن الحياة، يسعى إلى وصله بكل ما له علاقة بالموت والظلام والظلمة، لكن الأسير يملك من النور ما يتغلب به على ظلمة وظلم السجان. نعم رغم الظروف الصعبة يسعى الأسرى دائما إلى توفير أجواء مرتبطة بطقوس العيد المبارك. كثيرا ما تتنصل إدارة سجون الاحتلال من أي تفاهم مع الأسرى لتوفير ما يحتاجونه لظروف العيد التي سنتحدث عنها لاحقا، لكن معنا عبر الخط الهاتفي ماجدة فلسطينية أخرى، أم مناضلة أخرى من الأمهات النماذج التي نعتز ونتشرف بها، أم وائل الجغوب، والدة الأسير وائل الجغوب، ممثل أسرى الجبهة الشعبية داخل السجون. كل عام بخير يا أمي. وإنت بألف خير، الله يرضى عليك، الله يسعدك، وإن شاء الله وكل أسرانا بخير ووطننا إن شاء الله بيكون بخير. سنة جديدة من سنوات اعتقال وائل، وعيد جديد يا أمي، ووجع جديد، بس ما بنشوف في وجوهكم غير الأمل، ما بنشوف في وائل غير النموذج الأسير الصامد المقاتل المناضل اللي ما بتعب وبيقدم من جهده ووقته لخدمة الحركة الأسيرة. شو بتعيش أم الأسير اليوم في العيد؟ كيف بتحس؟ شو بتفكر؟
يعني في أي صورة عاد العيد؟ يعني إحنا أنو عيد هذا؟ قسماً بالله إحنا ما بنعرف يعني طقوس عيد. يعني الواحد كلها ألم. يعني هاي سنين مرت يا عبد، يعني 22 دخل وائل امبارح في 22 وعنده 5 سنوات سابقة. يعني ألم طلت العمر في داخل السجون. أنو عيد جاي تقول لي؟ ما إله معنى كلمة العيد، ما إلها معنى عندي أنا بالنسبة إلي أنا كأم. يعني كله ألام الواحد. فيش عيد في بيت الأسير. إحنا على الأمل دائما عايشين، وإحنا أملنا بالله إنه ربنا إن شاء الله إلا يفرجها عليهم، وما شاء الله عنهم هن أبطال يعني أولادنا وإشي، وإن شاء الله الله بفرجها عليهم عبد، معنوياتهم ما شاء الله في السماء. وانت يعني ما شاء الله معنوياتك، انا بعرف الاميات بيخبوا علينا يعني لما بيجي الليل بتنزل معها الدمعه، بس انت كمان دائما حاضره وموجوده في الميدان، دائما محتضنه صوره وائل وحامله قضيه الاسرى على كتافك، ولا مره تعبتي ولا مره هنتي، رغم انه الجهد اللي بتبذليه بهد جبال. من وين بتجيب هالمعنويات اميات الاسرى؟ والله شوف يعني احنا لما انا يعني قد ما بكون احيانا الواحد عنده الام، بس لما برضه بروح وبزور ابني وبشوف قد ايه معنوياتهم عاليه الاسرى في داخل السجون، وبتشوف يعني نظره الامل لسه في عينيهم. ربنا هيك يعني بيعطينا الصبر والأمل وبعطونا القوة دائما. إحنا بناخد معنويات كتير برضو من الأسرة، يعني إحنا وإن شاء الله كل الأمهات ربنا يجبر خاطرهم ويفرج عن أبنائنا. وأملنا الوحيد إني أنا كأم إنه ابني يكون عندي، كأم يعني فلسطينية كل أسرانا يكونوا في حريتهم، وإن شاء الله يكونوا بين أهلهم وفي وطنهم، والله يرحم شهدائنا ويشفي جرحانا يا الله. دخل السنة 22 وما تعبش وائل من الأسرى النشطين المنتجين الكتاب، دائما حاضر دائما إلى جانب إخوانه. لما بتشوفي كل هالهمة والعزيمة عند وائل، طبعا أنا تعبي، شو بتحسي كأم؟ أنا كأم بفتخر في ابني، لأنه يعني نموذج كتير. فيش إنسان دخل داخل السجون وخرج ما حلفش في وائل قد ما هو أولا إنسان يعني، وقديش عنده عطاء لقضيته بالنسبة قديه مواقفه مع الأسرة. بتحسيه متابع منيح وائل لكل ما يحدث خارج السجون؟ بتابع أكيد طبعا بتابعه، بتابع يعني كل لحظة بلحظة يعني، وإن شاء الله أنه ربنا أقول يا عبد أنه يكون فرج قريب إلهم. وقتش شفتي آخر مرة؟ في 28 زرته، في 28/4. شو ودالنا؟ شو بكلنا؟ شو بحكي لشعبنا الفلسطيني؟ رسالة أسرانا اللي بيواجهوا الظلم والقهر؟ طبعا يعني كأسرة عبد، هلأ إحنا اللي مشكلة الأسرة صفت إيدهم، يعني هم والسجان إيد الأسرة لحالها. للأسف برا ما في وقفة ودعم لقضية الأسرة كافية، وبنتأمل إنه إحنا وهم أملهم كبير إنه شعبهم يوقف بالنسبة لقضيتهم، لأنها قضية، هاي قضية عادلة، قضية شعب، قضية وطن، قضية إنسان. أسرانا أسرانا في داخل السجون بصيحوا للعالم كله إنه يوقف بالنسبة إلهم لقضيتهم، وإن شاء الله يكون إلهم فرج قريب يا رب، يعني لأنه الوضع اللي عندهم في داخل السجون سيء كثير والله، وكل ماله بيزداد أسوأ في السوق يعني، وكل يوم والتاني اقتحامات ووضع صحي سيء متردد جدا عندهم. يعني إحنا مثلا ممكن أنا بزور ابني ما بعطيني الصورة الحقيقية لوضع اللي عم بصير، يعني بسأله والله كان عندكم كذا صار كذا، بقولي لا بس يعني خلص اطمئني احنا ملاح وإشي، بس احنا بنعرف احيانا بطلعوا منهم بكون مرهقين جدا يعني.
صحيح هم دائما بيخبوا بجملوا الصوره بس زي ما الاميات بيروحوا بجملوا الصوره وما بيرضوا ينقلوا لهم اي شيء بحم البال. كمان الاسره بيمارسوا نفس الدور ما بيحبوا يزعجوا اهليهم وامهاتهم. وانت من الامهات اللي محبوبه في عند الاسره فاحكي مع اولادك الاسره عيدي عليهم ان شاء الله بيكونوا بيسمعوكي وان شاء الله وائل بيكون بيسمعك عيدي عليهم ان شاء الله. اول شيء انا بعيد على كافه اسرانا واحد واحد من غير ذكر اسماء لانهم كلهم اولادي وكلهم عزيزين علينا وبنتمنى لهم الفرج القريب ان شاء الله وبنهدي سلامنا لكل ماجداتنا وبنعيد عليهم في داخل السجون وان شاء الله ان تكون حريتكم قريبه. وحبيبي وائل كل عام وانتوا بألف خير انت وكل أسرانا وأسيراتنا وكل شعبنا وان شاء الله انه تكون حريتكم قريبة وبنشوفكم بيننا. وعاشت فلسطين وكل شبل فلسطيني بسوى ملايين العرب بسوى ملايين العرب. انتوا ابناء فلسطين انتوا الاحرار انتوا اللي حملتوا القضيه الفلسطينيه على كتافكم واحنا فخورين فيكم. واحنا فخورين فيك والدتنا الطيبه قبله وفاء واعتزاز على جبينك الطاهر يا مناضله يا حاضره دائما كل التهاني اليك كل التهاني لاخونا وائل. كل عام انت بخير يا وائل كل عام وانت معطاء كل عام وانت حر كل عام وإحنا أعيادنا تكون بوجودكم أحرار. الله يخلي لنا إياك يا أمي أم وائل الجغوب والدة الأسير المناضل وائل الجغوب ممثل أسرى الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال كانت معنا تحياتنا ومحبتنا. طويل ليل هذا السجن أفكاري مسافرة مع الأطيار والخلان والجيران وآلامي مغادرة مع الأيام لا أدري متى تتحقق الأحلام. مشواري مديد والمدى أوهام ولكن الليالي سوف ترحل والظلام سيغرق في رماد الأمس غيوم الأفق راحلة بلا عنوان. يا أمي ويا أختي ويا طفلي ويا شعبي يمينا لن نفرط بالثوابت لن يحل اليأس. طول الصبر علمنا بأن الحق سوف يعود والرايات نرفعها بلا استئذان وأن الدار سوف تعود خالية من الغرباء وأن الظلم سوف يزول يحرقه ضياء الشمس ولن نبكي على الأطلال. أنا ورفاقي الأبطال سوف نمزق الأغلال ولن تبقى ظلال السجن والسجان يا أهلي ويا رب. ولن تبقى ظلال السجن والسجان لمن يتابع هذه الموجة المفتوحة وطن وحرية. كل التحية أم عطا سالم أنت بخير تنقل بتهنئ وبتعيد على الأسرة وعقبال تحريركم من الأسر إن شاء الله. كل التحية إليك كل التحية لبادرة زايد كل عام وأنت بخير بتعيد على أسرانا وأسيراتنا. كل التحية لكل من يتابعنا لكل من يتذكر أسرانا لكل من يتذكر عوائل أسرانا لكل من يلتفت يمينا ويسارا حيث هناك أسرى يعانون ويقدمون أعمارهم من أجلنا فكيف يكون لنا عيد دونهم. لا عيد دون حرية أسرانا عندما تتحررون سنعيش أعيادنا كما يستحق العيد وقد تحرر هذا الوطن وخلصنا من هذا المحتل البغيض. مر الفرسان طلت شمس الحرية فرحت الأوطان صاحت أرضي عربي. مر الفرسان طلت شمس الحرية فرحت الأوطان صاحت أرضي عربي. من بعد الليل زغرت هالفجر ونادى ليلك يا بلاد فيها عزم وحامية. للقدس الحبيبة ألف سلام كل عام وأنت بخير يا أقصى كل عام وأنتم بخير أحبتنا المقدسيين
وأنتم تواجهون كل ممارسات القمع والطرد والتطهير العرقي، وأنتم تمارسون سياسة الاعتقال اليومي بحقكم أطفال وكبار وشيوخ ونساء القدس، دائما في الواجهة، القدس دائما في الصدارة، القدس دائما تعبر عن حالة وطنية فلسطينية مشرفة، إنها العاصمة، كل عام وأنت حرة من هذا الظلم ومن هذا القيد. حكاية كثيرة مرتبطة بالاعتقال في المدينة المقدسة. نعايد معنا عبر الخط الهاتفي السيد أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي أسرى القدس. كل عام وأنت بخير أخي أمجد. كل عام وأنتم بخير أخي عبد الفتاح وجميع المستمعين، أسران البواسل وأهاليهم، أهالي الشهداء والجرحى، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يكون العيد القادم في القدس عيد تحرير. ومشهد اليوم كان مشهد مهيب جدا، ارتجفت منه سلطات الاحتلال ما يزيد عن 200 ألف فلسطيني، من جلهم من القدس ومن الداخل الفلسطيني، ومجموعة كبيرة أيضا من أهلنا من الضفة الغربية الذين تسلقوا الجدران وواجهوا المصاعب وتعرضوا للجروح والكسور، كانوا على أرض القدس في أرض المسجد الأقصى المبارك، وكبروا في العيد في رسالة واضحة، أنا نحن أصحاب الأرض، وبالرغم من كل الظلم والجبروت الذي يحصل يوميا ويمارس بحق أبناء شعبنا، إلا أننا نحن أصحاب هذه الأرض والمسجد الأقصى فقط للمسلمين، ولا شريك للمسلمين في هذه المساحة تحديدا 144 درهم، ولن تقبل غيرهم من الغرباء. أخي أمجد، منحتنا ودائما تمنحنا القدس الحياة وتمنحنا الأمل رغم حجم الاستهداف للمقدسيين والاعتقالات في الشيخ جراح وفي سلوان وفي البلدة القديمة وفي كل مكان في القدس. قبل كم من يوم كمان وأنت تتحدث عن مشهد التكبير وصلني بعض الفيديوهات، كان المصلين في ساحات المسجد الأقصى يهتفون أيضا للأقصى ولفلسطين، وهتافات مخصصة كانت للأسرى ولحرية الأسرى. قضية الأسرى كانت حاضرة في القدس، وأنت أحد متابعين هذه القضية، هي شغلك الشاغل، لذلك يعني إحنا حبينا أنه نكون معك اليوم، نعايد عليك ونقول لك شكرا لأمثالك أخي أمجد، ونعايد على أسرانا عبر هذه الموجة المفتوحة اللي خصصناها للأسرى. ما الذي يمكن وما الذي يستحق الأسرى أن يقال لهم في هذا اليوم؟ نعم أخي الكريم، يعني مشهد المسجد الأقصى المبارك وكذلك مشهد الظلم الذي يمارس على أبناء فلسطين وتحديدا المدينة المقدسة مشهد كبير. يعني سلطات الاحتلال خلال شهر رمضان اعتقلت قرابة 750 فلسطيني جلهم من مدينة القدس في ليلة واحدة أو في يوم واحد، حينما اقتحمت المسجد القبلي اعتقلت قرابة 500 فلسطيني. الاحتلال كان قد حضر نفسه بشكل كبير، وكان لديه خشية حينما شاهد الناس تزحف نحو القدس في ذكرى الإسراء والمعراج، توقع أن هنالك يعني زحف أكبر خلال شهر رمضان وخلال العيد، فبذل مجهود كبير في الاعتقال وقرارات الإبعاد. كانت الاعتقالات جدا صعبة، كلها يعني صاحبها الضرب والتنكيل وتكسير الأطراف وإسالة الدماء واستخدام الرصاص المعدني المغلق بالمطاط من مسافة قريبة على كل من تم اعتقاله تحديدا في ساحة المسجد الأقصى. كان الاحتلال يهدف إلى تصدير حالة من الخوف والقلق إلى قلوب الناس من أجل أن يمنعهم وأن يجعل الناس تضغط على بعضها بأن لا تعود للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة، ولكن انقلب السحر على الساحر. بالرغم من البطش والتنكيل وعدد الإصابات الكبيرة والاعتقالات الكبيرة، كان هنالك عدد كبير من الأسرى المحررين من كافة محافظات الوطن الذين تسلقوا الجدار، ومنهم من تعرض للكسور، ومنهم من اعتقل وبعد أن تحرر عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى المبارك ورابط وتواجد في المسجد الأقصى. أعجبني كثيرا مشهد أسيرات محررات من محافظة نابلس أتينا إلى القدس المسجد الأقصى لا يحملنا معهم أكل أو شراب، سمعتهم بين بعضهم البعض يتشاورون ويقولون يجب أن نشتري من القدس كي يعني يتسبب أهل القدس ونساهم في صمود التجار وأصحاب المطاعم. يعني هذه النظرة الرائعة الوطنية التي كلها تكافل، التي يعني تنبض بعشق القدس والأقصى وعشق أهل القدس، هذا شيء يعني لازم نحولها لنهج أخي أمجد. هذا الموضوع يجب أن يتحول لنهج
كل زوار المدينة المقدسة، يعني تجار المدينة بتعرضوا لضغوطات هائلة في سبيل تهجيرهم وإغلاق محالهم التجارية، وبالتالي يجب على كل زائر أن يعتمد على الشراء من هذه المحال الفلسطينية تعزيزا لصمود تجارنا المقدسيين. بالتأكيد يعني حالة دعم صمود أهل مدينة القدس يعني مهمة جدا، ويعني الوضع المادي، دعم الوضع المادي للتجار ولكافة شرائح أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس مهمة جدا، لأن اليوم شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس يخوض حرب نيابة عن الأمة، ويعني ربنا شرفنا بأن نكون في مدينة القدس. يعني أنا اليوم مبعد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وعملي ملاصق للبلدة القديمة، فحسب قرار المحكمة يسمح لي فقط أن آتي لمكان عملي ينتهي الإبعادي بعد عدة أيام بعد انتهاء العيد، وشاهد باستغراب شديد أنا الفلسطيني المقدسي المولود في مدينة القدس، ويعني تجاوز عمري 47 عام، لم أشاهد لهفة، لم أشاهد إقبال وإقدام وزحف من أبناء شعبنا الفلسطيني كما شاهدنا في هذه الأيام. يعني شاهدت أيضا جموع الناس المتوجهة للمسجد الأقصى خلال العيد اليوم، يعني أعداد غير مسبوقة. أنظر حتى إلى الصور، وأنظر من إلى باب الساهرة وإلى منطقة باب العمود، يعني أعداد هائلة أيضا لم تتمكن من الدخول للمسجد الأقصى المبارك بسبب الزحمة الشديدة. ما حصل اليوم رسالة إنسانية وطنية رائعة من أبناء شعبنا الفلسطيني، أننا متمسكون في عاصمتنا الأبدية اللي هي القدس، متمسكون في أولى القبلتين، ويعني المسجد الأقصى احتضن مجموعة كبيرة من الأسرى المحررين ومن ذوي الشهداء ومن المصابين. هذا شيء رائع، هذه رسالة لا يستوعبها يعني إلا كل صاحب عقل كبير. الاحتلال عشان هيك أخوي أمجد بتلاقيهم بس تروكوا الأمور شوي بصيروا يتفششوا في المقدسيين وبتفننوا في العقوبات، مرة إبعاد عن الأقصى، مرة إبعاد عن الضفة، مرة حبس منزلي واعتقال أطفال واعتقال سيدات. وقبل كم يوم كان في حكم جائر لأماني حشين، لا الأسيرة اللي هي فتيحة، نوال فتيحة، تم الحكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف، وعدد الأسيرات المقدسيات داخل سجون الاحتلال 13، وأقدم أسيرة في سجون الاحتلال هي الأسيرة شروق دويات، تقضي حكم بالسجن لمدة 16 عاما. وكذلك يعني يوجد من الأسيرات المقدسيات من هن الجريحات والمتزوجات، يعني سجل الحركة الأسيرة الفلسطينية حافل بأسرى الأبطال. وهذه مناسبة أنه نوجه تحية لعميد الأسرى المقدسيين سمير أبو نعمة، الذي مضى على اعتقال 36 عام، والذي نفذ عملية بجانب المسجد الأقصى عند باب المغاربة في العام 86 شهر 10/86، وكانت هذه العملية يعني من العمليات المميزة التي دخلت التاريخ الفلسطيني. نوجه تحية لكل أسرى الأبطال، أسيراتنا، أشبالنا في سجن الدمون وفي سجن مجده، إلى الأسير المقدسي علاء البزيان الذي يعني شارف إنهاء 40 عام داخل سجون الاحتلال في الأربع حبسات التي اعتقل فيها. نوجه التحية للأسيرات الجريحات مرح بكير وإسراء جعبيص وشروق دويات، ولكل أحبابنا داخل سجون الاحتلال. وأيضا يعني من العلامات الفارقة والمميزة التي شاهدتها ورصدتها أنه كل أهالي الأسرى المقدسيين، يعني كنا على موعد مع استقبال أهالي أسرى وأسيرات من الضفة الغربية ومن الداخل الفلسطيني، أصبح أهالي الأسرى الفلسطينيين في مدينة القدس عنوان، يعني الأسيرات في السجون أو الأسرى في السجون يعيشون تحت نفس الظلم ويعيشون الأمل والألم في نفس اللحظة. أهالي الأسرى هنا في مدينة القدس يستقبلون أسرى من نابلس، من جنين، من قلنسوة، من كل الأماكن، حتى الأسرى أهالي الأسرى أو أهالي من غزة أتوا إلى القدس للعلاج. أيضا أهالي الأسرى في مدينة القدس يقومون باحتضانهم ومرافقتهم. هذه هي القدس أخوي أمجد، هذه هي القدس التي نحب، القدس التي تحبنا. كلمة معايدة لحركتنا الأسيرة، وأنت أحد رموز المدافعين والمناصرين والعاملين من أجلها خارج السجون.
يعني أول شيء في هذه الأيام المباركة نسأل الله عز وجل أن يمن على جميع أسرانا وأسيرتنا بالفرج العاجل، ونقول لأسرانا إنه هذا عهد علينا إنه لن يغفر يعني يغمض لنا جفن ولن يهدأ لنا بال إلا أن نراكم محررين وأن نحتفي بكم في ساحات القدس وفي ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي كنيسة القيامة وفي شوارع القدس العتيقة. ويعني نقول إنه لا يوجد شيء بعيد على الله عز وجل. نحن نشاهد التغير الكبير في العالم، ونشاهد أيضا مستوى انحضاض وانخفاض مستوى الاحتلال وأعوانه وإزدواجية المعايير لدى كل المسؤولين في العالم سواء كان العربي أو الإسلامي أو أوروبا أو أمريكا، ولكن أسران الأبطال سوف يبقوا تيجان على الرؤوس، وإن شاء الله أن تكون الأيام القريبة فيها بشريات للتحرير وأن يلتئم شعبنا في عاصمتنا الأبدية في القدس الشريف. وكما قال القائد خالد أبو عمار حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين على أسوار القدس ويبقى مرفوعا، يعني أشبالنا رفعوا الأعلام. وشاهدنا في المسجد الأقصى كيف حضر شاب لوحده فتى تسلق جدران قبة الصخرة ورفع العلم الذي حرق قلوب الاحتلاليين، حتى أن الصحافة العبرية كلها تناولت أنه مشهد رفع العلم على قبة الصخرة تسبب بانتكاسة نفسية وإعلامية لدى الاحتلال، وإن شاء الله تكون الانتكاسة رسمية وأنه نتحرر بإذن الله وهذه السجون تهدم على أهلها. يا رب كل التحية والتقدير لك أخي أمجد، كل عام أنت بخير، كل عام والقدس بخير، كل عام وأسرانا أحرار وبخير. كنت معنا أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، كل التحية لكم. وفي اليوم الأول للعيد يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 122 يوم على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وقد أخذوا القرار وقتها وقالوا قرارنا حرية، ومضوا في هذه الخطوة التي لربما قد تتصاعد في الفترات والمراحل القادمة في مواجهة حكم وجريمة الإداري التي ترتكب بحق عديد من الأسرى داخل السجون. قرارنا حرية وأنتم أصحاب هذا القرار، وسيتحول هذا القرار إلى فعل حقيقي، وستكونون أحرارا رغما عن هذا الاحتلال وسجانه. يا زهرة النيران في ليل جليل، إما في أصدير وإما النار جيلا بعد جيل. يا زهرة النيران في ليل جليل، إما في أصدير وإما النار جيلا بعد جيل. 4500 أسير، 4500 عائلة لا يعيشون العيد كما يجب. رحلة نضال مستمرة يخوضها أسرانا داخل السجون رغما عن كل القيود، وحالة من الالتفاف والوفاء في شعبنا الفلسطيني تجاه هذه القضية في يوم العيد المبارك. نتحدث أيضا عبر الخط الهاتفي معنا السيد تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. كل عام أنت بخير أخي أبو باسل. وأنت بخير أخي عبد، وكل أبناء شعبنا بخير في كل مكان. يعني اخترنا أن نكون اليوم في موجة مفتوحة كأقل واجب يقدم لأسرانا اللي بتعيش عوائلهم وبعيش شعبنا كل العيد من دون من قدموا أعمارهم من أجل حرية هذا الشعب. ما الذي يمكن أن يقال أخي أبو باسل لهذه الحركة الوطنية الأسيرة ولكل ما تشكله من حالة نضالية في هذا اليوم المبارك؟ يعني أخي عبد، هذه المناسبة مناسبة دينية ووطنية، يعني نستذكر خلالها ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك، أمل أن يكون سعيدا، ولكن الاحتلال لم يجعله سعيدا، لأن هناك العائلات عائلات كثيرة فقدت أبنائها
ارتقوا إلى العلا شهداء خلال هذا الشهر الفضيل الذي مضى. شهر رمضان كان من المفروض أن يكون شهر عبادة وهو كذلك، ولكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلته شهر مغمس بالدم الفلسطيني. هناك عشرات الشهداء والجرحى والمعتقلين أيضا الذين يعني كان لهم من قبل هذه الحكومة المجرمة استهداف واضح. لذلك يعني نودع شهر رمضان المبارك ونستقبل هذا العيد، ونحن نستذكر هؤلاء الشهداء العظام، نترحم على أرواحهم، ونأمل يعني أن يستمر شعبنا، وهذا واجب وطني لكل أبناء الشعب الفلسطيني، أن يسيروا على نفس الطريق التي ضحى وصار فيها هؤلاء الشهداء الأبرار. وكذلك أيضا أخي عبد، يصادف هذا اليوم أيضا ونحن نحتفل بعيد عيد الفطر، أيضا مناسبة أيضا عزيزة ألا وهي عيد العمال العالمي. من خلالكم، من خلال هذا الصوت الحر، أيضا نتوجه لكل عمالنا ولكل عاملاتنا بالتهنئة والتبريك بمناسبة عيد العمال العالمي، ونتمنى لهم أن الصحة والسلامة العامة، أن يواصلوا عملهم بعيدا عن تنغيصات الاحتلال الذي أيضا تدخل يعني خلال يعني الفترة الماضية بمنع عمالنا من الوصول إلى أماكن عملهم نتيجة الحواجز والإجراءات التي وضعها للحيلولة دون وصولهم. نتوجه لهم بالتهنئة والتبريك، ونقول لأسرانا أيضا الذين يستمعون إلينا أن موعدكم أيضا مع الحرية، موعدكم مع الفجر القادم بإذن الله. كل عام وأنتم بخير، أنتم طليعة هذا الشعب المناضل، قادرون بإذن الله على تجاوز كل هذه الإجراءات التي تضعها مصلحة السجون المجرمة ضدكم، سواء من خلال اقتحام الغرف والأقسام وعزل المناضلين والإجراءات التي قمتم بها، سواء إرجاع وجبات أو بعضكم ما زال يضرب عن الطعام حتى الآن، والإداريون الأسر الإداريون أيضا يقاطعون المحاكم الإسرائيلية منذ عدة شهور. أنتم طليعة شعبنا، تواصلون معركة الثبات والصمود كباقي يعني أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي كل مكان في الخارج أيضا. كل عام وأبناء الشعب الفلسطيني بألف خير، وهذا طريقنا، طريق التحرير والعودة والاستقلال، يعني نستمر به حتى كان هذا الاحتلال الباقي. نعم أخوي أبو باسل، أنت أيضا يعني صاحب تجربة اعتقالية، وأنت أسير محرر، وكنت صاحب تجربة كيف تحول الحركة الأسيرة من هذا اليوم إلى يوم للصمود والتحدي أيضا، وإسقاط سياسة السجان لقتل روح الأسير. يعني بدي منك، وأنت أيضا قائدا فتحويا وطنيا، ما الذي يليق بالأسرى ليقال لهم في هذا اليوم حتى يشعر أسرانا داخل السجون وهم في طليعة الحالة النضالية كما قلت بما يستحقون أن يقال لهم؟ يعني أسرانا شهادتنا فيهم مجروحة، يعني نحن الذين أيضا اكتوينا، أنا وأنت وآلاف مؤلفة يعني من أبناء الشعب الفلسطيني، اكتووا بنار ومعاناة الأسر والاعتقال، سواء التحقيق أو حتى من بدء الاعتقال، يعني منذ لحظة قيام جيش الاحتلال المجرم اقتحام الحارة أو البيت أو البلد لاعتقال أي مواطن فلسطيني، هناك جملة من الإجراءات الإرهابية والترويعية التي يقوم بها للأسير ولعائلة الأسير، لجيران الأسير، يعني عملية كلها رعب واقتحام وخوف في لحظة الاعتقال، وتستمر يعني المعاناة عند ركوبه للدورية وحتى وصوله إلى مركز التحقيق، سواء في أي سجن، يعني هو مسلخ وليس مركز، هو مسلخ التحقيق. لذلك يعني معاناة حقيقية يعانيها الأسرى الفلسطينيون منذ الاعتقال وحتى الإفراج وما تمر به يعني من مراحل هذه الفترة، مرحلة الاعتقال مراحل عديدة كلها معاناة وألم حتى الإفراج عن هؤلاء الأسرى. ولكن
يعني الذين أرادوا يعني هذا العدو الذي أراد أن يجعل من هذه السجون مقابر للأحياء حولها أسرانا الأوائل وكل الأجيال التي لحقت بهم حولوها إلى مراكز لصناعة المناضل والثائر وأيضا المتعلم. هناك أكاديميات يعني تعليمية وثورية أيضا، كنا نقول أكاديميات ثورية ولكن أيضا الأسرى حولوها إلى أكاديميات علمية نتيجة يعني البرامج التي يضعها الأسرى لتثقيف أنفسهم بأنفسهم. وكذلك بعد سنوات أيضا قام الأسرى بابتداء أفكار جديدة للتحصيل العلمي ونيل شهادة البكالوريوس والتوجيه سابقا، ولكن البكالوريوس هذه يعني مرحلة جديدة أيضا نبارك لهم يعني على هذا الإبداع، حيث أن الأسرى يخرجون بعد انقضاء مدة محكوميتهم ولديهم شهادات يستطيعون يعني مباشرة مواصلة مشوارهم المهني بتفوق أيضا. ولدينا نماذج كثيرة أخي عبد من هؤلاء الأسرى الذين بعد الإفراج عنهم عندما تخرجوا من جامعة السجون التحقوا بقطار العمل وأبدعوا، وكانت نماذج وقصص نجاح يعني ظاهرة للعيان. أسجل السجان فشل ذريع في كسر هذا الأسير، علاقة طيبة بتربطك في كثير من إخواننا المناضلين داخل السجون، لهم ولكل الأسرى كلمة معايدة أخي أبو باسل. نعم يعني أتوجه لهم من خلالكم بالتهنئة والتبريك لكل الأسرى ولكل الأسيرات. الأسرى يعني الأطفال أو الإداريون أو الأسرى المرضى أو الأسرى أيضا المؤبدات وعمداء الأسرى الذين يعني أمضى كثيرون منهم أكثر من ربع قرن في هذا المعتقل المجرم، كل الاحترام وكل التقدير لهم. وجه يعني باسم كل أبناء حركة فتح، كل قيادة حركة فتح، وجه لهم التحية والتقدير على صمودهم على صبرهم على ثباتهم وعلى نضالهم أيضا لمواصلة تحقيق الإنجازات واستعادة حقوقهم من إدارة السجون المجرمة. وأقول بأن الفجر قادم بإذن الله، لن يستمر هذا الظلام وهذه المعاناة وهذا الليل على أسرانا كما أفرج عن آلاف مؤلفة عبر السنوات الماضية. بإذن الله سيفرج عنكم، لن يغلق باب الأسر عليكم مهما كان هذا الاحتلال مجرما وكانت إجراءاته عنجهية وقاتلة. ونحن على ثقة بهذا عنكم. أخي أبو باسل عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كنت معنا في هذا اليوم وفي هذه الموجة المفتوحة، كل التحية والتقدير لكم، كل عام وأنتم بخير. موال بلادي موال كل يوم بده ينقال، موال بلادي موال كل يوم بده ينقال، موالك يا فلسطين موالك هو الحنين، موالك يا فلسطين موالك هو الحنين، موال بلادي موال موال بقلبي مكتوب. في اليوم الأول للعيد أيضا يدخل الأسيرين الشقيقين رأفت وأكرم حامد عامهما 19 على التوالي في سجون الاحتلال. منذ اعتقالهما عام 2004 تعرض قبل الاعتقال للمطاردة أيضا، وواجه تحقيقا قاس استمر قرابة 60 يوما، وحكم عليهم أو حكم عليهم الاحتلال بالسجن مدى الحياة، وهم أيضا من النماذج المشرفة التي لم يكسرها السجن ولم ينال من عزمها السجان. هؤلاء هم أسرانا الذين نعتز ونفتخر بهم. على لسان شقيق الأسير ناصر أبو حميد قال أنه نظرا
لتردي الحالة الصحية لشقيق الأسير ناصر أبو حمير ودخوله بحالة الخطر الشديد، فقد قررنا تمضية صبيحة عيد الفطر بجانب ضريح الشهيد ياسر عرفات، وكانوا هناك فعلا صبيحة هذا اليوم. وقبل أن نختم بناصر أبو حميد، كنا معكم أسيراتنا أسرانا البواسل في هذه الموجة المفتوحة التي استمرت على مدار 3 ساعات بعنوان وطن وحرية، لنعايد على أسرانا الذين هم نبراس للعزة والكرامة عبر شبكة وطن الإعلامية وكذلك على الموجة 99.2 FM كهدية وعيدية ومباركة. وأقل واجب كان تجاهكم 3 ساعات هي قليلة عليكم، كانت برفقة الزملاء رشا حسونة، خالد نجاص، عبدالله الخطيب، لكن عهدنا لكم هو عهد الوفاء المستمر إلى أن تتحقق الحرية. وبهذا مستمعينا مشاهدينا أسيراتنا أسرانا نختم وإياكم هذه الموجة المفتوحة مع هذا الفيديو للسيدة المناضلة سنديانة فلسطين أم ناصر أبو حميد عن ناصر أبو حميد كما لم يعرفه أحد من قبل. حريتكم محققة أسرانا. أكثر إشي كان أحب زيت وزعتر بس. طب يا ناصر غير، لا أنا بحبش لا زيت وزعتر. طب حط سندويشتين، قال حطي لي سندويشتين عشان إذا حدا بده أنا أعطيه. 10 أيام أسير ومريض بالسرطان، كنت أتمنى له مستقبل إنه يدرس دراسة عليا ويحقق مطلبه. أكثر إشي كنت أحبه إنه يكون محامي. هو كان قبل ما يدخل بغيبوبة بيوم حكى له وسام هي وصيتي عندك. ناصر تحت إيدين عدو ما بنعرف شو بيعملوا فيه، فطلع لي زيارة أنا وأخو باسل، ويا ريتني ما رحت زرت ولا شفت ناصر بعد. ناصر والله سميناه ناصر على اسم جمال عبد الناصر. نحن نقبل أن شعب فلسطين يحرم من حقوقه، لا بد لشعب فلسطين من أن يعود إلى وطنه. هذه أيها الإخوة أماني. طبعاً إم لما يكون جنين طفل، حتى زي ما حكيت ما كناش نعرف ولد أو بنت، زي اليوم نحضر أو نحضر، كثير فرحة لأمه لأبو الأهل. حتى هو كان سبحان الله من حد ما أجا كان على وجهه الابتسامة. كان ناصر كثير هادي، يعني هو في شوية جرأة يعني كان جريء أكثر منه، بس كنا يحكي إنه زي أي طفل يعني عايش في البيت. ناصر كان يحب يعني مش كل إشي إله، كان حتى لو كانت الإشي بإيده ويعطيه لإخوته يعطيه لا. كنت يأخذ السندويش أو الإشي عن المدرسة أروح أسأله أكلته ولا أقول لي لا يوم ما في حدا معوش أنا أعطيته إياه. محبوب له بين أهله وبين الناس وبين جيرانه. أكثر إشي كان أحب زيت وزعتر بس. طب يا ناصر غير، لا أنا بحبش الزيت والزعتر. طب حط سندويشتين، قال حطي لي سندويشتين عشان إذا حدا بده أنا أعطيه. كان أحب المدرسة والله، كان هو يفتح كتبه ما بعرف إيش بيعمل ولا بيسوي، بس كانت نتيجته ناجحة وخلاص. ذاكرته قوية ما شاء الله عليه، كنت عارف طبعهم يعني أحطه على الطاولة لا يسألني ولا شيفته إذا عجب الأكل أو مقلوبة أو غيره، يأكل ما عجبوش ما يحكيش. كان أحب المقلوبة أكثر إشي، كل يكل يحط بتنجان بطاطا صغيرة، يحكوا لي شو ما في الدار حط فيها. كنت أتمنى له مستقبل إنه يدرس دراسة عليا ويحقق مطلبه. أكثر إشي كنت أحب إنه يكون محامي. لما عرفنا إنه مصاب يعني بالمرض صح يعني تأثرت وإخوته تأثروا، بس إحنا راضين فقضاء رب العالمين وقدره يعني الحمد لله. 10 أيام أسير ومريض بالسرطان و42 درجة حرارة وعيادة السجن 10 مرة يعني 10 أيام. لما تدهورت صحته بالمرة بالمرة أخذوا، لما وصل المستشفى كان على آخر نفس ناصر. ناصر تحت إيدين عدو ما بنعرف شو بيعملوا فيه، يعني عملنا المستحيل عشان أنا أزوره أنا واحد من إخوته، فطلع لي زيارة أنا وأخوه باسل، ويا ريتني ما رحت زرت ولا شفت ناصر بعد. يعني من سنين ما قعدوا أولاد على طاولة وأكلوا وشربوا مع بعض المرة، ولا اتقوا مع بعض طول عمرهم في الجبال. حتى البيت اللي نهدى كان ناصر موجود فيه بس، ولا عايش ولا إيش، طفولته وهو صغير بس كان فيه يطلع وينزل بس أكثر من إكلة. ما عاشوا كل أولادي ما عاشوش أصلا، كلهم برا كانوا مطاردين. هذا شو بده يكون عمره 14-13 هيك شيء، لأنه اعتقاله كان أول مرة يعني 13 سنة عمره ناصر.
ناصر 49 سنة عمره، ما مضاهم السنتين برا. لا بشوي أخوته كتير كتير ناجي اللي أصغر منه. والله الحمد لله، الحمد لله أنا قوي بإذن الله. يعني البيت انهدم 5 مرات عادي، بدي عيط على حجار يعني؟ لا، بعدين مش أنا يعني اخترت لهم هذا النضال، هم اختاروهم عايشين في الواقع أصلا. هو لما اعتقل كان عمري سنة، يعني يمكن هو بتذكر طفولته بس أنا ما بتذكره، ما بعرفه. الصورة اللي كنت هذا طبعا أنا أخذتها مش من أهلي ولا من عيلتي، أنا كنت أسمع عنه من خلال الشارع الفلسطيني، كنت أسمع أنه هو اسمه الأسد المقنع. لما كبرت وقدرت أني أحكي معاه، طبعا ما عمري شفته ولا بقدر أني أشوفه لأنه هم بيعتبرون أنه أقارب من الدرجة الثانية، لما كبرت وحكيت معاه شفت أنه هو إنسان حنون كتير كتير وبيحبنا كتير كتير، وبس بده كان يعني كنت لما أحكي له أي إشي يساعدني فيه. هلا هو ما بعرفني بالشكل، عرفني مره واحده انا عملت له وقفه بالجامعه، نظمت له وقفه وحكيت كلمه، كانت الوقفه تابعه للشبيبه بالجامعه، حكيت له كلمه فهو سمعها، ما بعرف كيف سمعها. يومها رن حكى لي انه صدمتيني انه انت عن جد هيك بهاي الشخصيه. حكيت له طبعا عشانك انا بحكي عادي. هلا اكثر شيء انا ما اخذته منه أو منهم بشكل عام من إخوالي هي الجرأة. أحكي لك إشي عمله خلو ناصر قبل ما يفوت على المستشفى، هو كان قبل ما يدخل بغيبوبة بيوم، حكى له وسام هي وصيتي عندك دير بالك عليها. بعدها رن علي حكى لي إنه أنت يا خالي إذا خربي وأنا بعمر وراك عادي، شو ما بدك اعمل شو ما بدك، أنا معاك. فهذا الإشي كان إشي كبير بالنسبة لي وضل بقلبي إنه يعني شوف هو كيف بيفكر فيي يعني. وبعدها انقطع التواصل معه. أكبر مخاوفنا إنه يستشهد داخل المستشفى وإحنا ما نقدر نشوفه، وإنه يندفن زي ما بتعرف بمقابر الأرقام لحتى يخلص حكمه. إحنا بدنا إياه يكون جنبنا، ولو لا سمح الله استشهد يكون معنا وبيننا. ناصر جبل، اللي الجبل كان يهده موجود هيك. ليسوا وحدهم في أول أيام عيد الفطر المبارك، نقدم لكم موجة مفتوحة بعنوان وطن وحرية، نفتح فيها باب المشاركة والإهداء للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال عبر استوديوهات وطن، نعايد من خلالها على أمهات وزوجات وأبناء الأسرى والأسيرات خلف القضبان. نرحب بمشاركاتكم عبر تعليقات البث المباشر على فيسبوك أو الاتصال عبر أرقام هواتفنا 02-296-6195 أو 02-296-6197. كما نسعد برسائلكم الصوتية عبر خدمة ماسنجر فيسبوك لعرضها خلال موجة تمتد من الساعة 11 صباحا وحتى 2 ظهرا. كل عام وأسرانا أيقونات الحرية ونبراس العز والكرامة.